صباح الخير عليكم، مرحبا وسهلا بكم، تحياتي لكم. إن شاء الله تعودوا بألف خير. مرحبا وسهلا من جعفر، تحياتي. مرحبا وسهلا، والله الصحراء الغربية تحياتي، رصد. مرحبا وسهلا. إذا إن شاء الله نعود مرة أخرى لمقارعة العياشة بخصوص موضوع الصحراء الغربية. كما تعلمون على أنه كنا في البارح لايف ما شاء الله رائع ضحكنا فيه، يعني يضحك معنا المشاهدين، حتى بعد تحميله في اليوتيوب كان ما شاء الله ناس ضحكت على المستوى الهزيل اللي يعيشوا فيه العياشة في مشكلة الصحراء الغربية. مساكين روسهم مصنطقين طبعا وبلالين من الأفكار المغلوطة عن هذا الموضوع. مرحبا وسهلا من جعفر، أذكر مرحبا وسهلا، والله يصبح خير. العياش انقلبوا كذلك حتى على الشرعي، على سعد الشرعي صادق تحياتي. انتهى شهر العسل بين العياش وبين أسعد الشرعي، راهم يهاجموا يعني في كل الاتجاهات بسبب موقفه من التطبيع. وقال لكم على انكم رانكم لن تربحوا شيئا من التطبيع، سواء كان قايم به الملك والله غير والله ما هو الملك. لا تنسوا التكبيس من فضلكم. وانتم يعني باغين تمارسوا العبوديه على الناس كامله، يعني حتى اللي جاكم مضيف حتىكم تمارسوا عليه العبوديه، حتى اللي ما هو ساكن معاكم حتى هو ساكن في لندن خاصكم تمارسوا عليه العبوديه. وهم داخلين حرب كبيره البارح والله الأيام كاملة، والبارح كان هناك لايف لأسعد الشرعي لين نسمعوا فيه مقطع يتكلم عن هذا الموضوع. الشعب المغربي ليس نعاج وليس خرفان حاجة يمشي كل يمين ولا يا أخي. إذا أنت قلت أنا ضد التطبيع، والله أنك لست ضد الملك، والله أن الملك نفسه لا يريدك هكذا. في نهاية المطاف التطبيع أمير مرحبا وسهلا لكم. وأنا أنا 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 شوفوا هذا الذي بين أيديكم، أقسم بالله العظيم أخدم بهذا. سبوله أمه، سبوله أمه، مهم جدا. وهذا الكلام كنت سأقوله في لايف من اللايفات مستقل، لكن الآن أثير الموضوع والموضوع لازم يقفل. أنا مش عامل لكم حساب يا صباح الخير أستاذ محمد. أنتم أنا إذا عملت حساب لمن فوقكم، أنا معرفتي بأسماء كبيرة وما تصلوا لها أنتم، ما تصل إليها. أعلم أسماء كبيرة، لو كنت أنا أسأت الأدب لرفع أحدهم السماعة وبقي أخذ. ناس في الدولة، ناس في الحكومة، ناس في مواطن القرار، ناس أسماء. أنت حتى تكون وطنيا أكثر منهم، ولا أنك تحب الملك أكثر منهم، من أنت؟ أسماء كبيرة كبيرة. لو أنني أعلم أنني أخطأت، ولو أنهم يرون في أسعد الشرعي واحد متقلب أو واحد ربما يطعن في الظهر، لا رفعوا السماعة. أخ سعد، الموضوع البلاني لا تذكر، لكنني أختلف معهم في نفس الموقف. مريم الذي ميز، أنتم تشتوا واحد منافق يا مغاربة؟ تشتوا، ما فائدة أن يحبكم ويقدركم واحد منافق؟ ما فائدة واحد منافق؟ أنا لست منافق. ما يحبوا المنافقين. بتوازن، لا 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 أنافقكم ولا أبخسكم حقكم ولا أتنازل عن رأيي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن أدفن في قبري الكيان الصهيوني، كيان لقيط مهجن ولا خير في الصهاينة. وأقسم بالله تاريخيا، وستذكرون ما نقول لكم، لن تستفيد المغرب من هذا التطبيع حتى قيد أنملة. قيد أنملة لن يستطيعوا حتى أن يسحبوا من إسرائيل اعتراف بالصحراء، لن يستطيعوا. عفوا، كبسوا من فضلكم. لو قال لكم الحقيقة، قال لكم ماكم لا تربحوا أي شيء حتى أبسط شيء، هو هذا اللي تطلبون أنتم من إسرائيل على أن تعترف لكم بالصحراء الغربية. يعني طرتوا ونزلتوا وقعتوا وطبعتوا وفتحتوا الزريبة على مصراعيها لإسرائيل تفعل فيها ما تشاء، وفتحتوا وعطيتوها المياه وعطيتوها الأراضي وعطيتوها المطارات ولا خالك شي ما عطيتوا لها، ولن تحصلوا على أبسط شيء. شنو هو؟ هو التسول. أعطونا الصحراء المغربية، أعطونا الاعتراف بالصحراء المغربية. الله يخليكم، اعترفوا لنا بالصحراء المغربية.
باش تعرفوا بأنكم توجدون في الموقف في 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 المكان الخطأ، باش تعرفوا بأنكم مدجرين بفكرة، فكرة ما عندها أساس، اللي هي الصحراء، وما نعرفهاش، الصحراء مغربية والمغرب في صحراء. يعني حتى إسرائيل اللي هي صديقتكم وطبعتوا معها وفتحتوا لها كل شيء، ما هي معترفة لكم بالسيادة المزعومة لكم على الصحراء الغربية. ومنين يقولها لكم أسعد الشرعي، يعني اللي جاكم وسب لكم، بعد أول شيء سب لكم سيدكم، ما خلى شيء ما قال فيه، وسبكم أنتم العياشة، وسب يعني ما سب المغرب كامل، وفي التالي استقبلتوه بالأحضان وفتحتوا له الزريبة وسفرتوه ووكلتوه وشربتوه ودخلتوه لدياركم، وعدل السياحة على ظهركم مرات ومرات، يعني ما هي إلا مرة واحدة، مرات ومرات، وعدل السياحة على ظهركم أيها الشعب المجاهل. وفي التالي قال لكم الحقيقة، وحينما قال لكم الحقيقة عاديتم. إذن اللي جاء يضحك عليكم، اللي جاء يضحك عليكم. نفتح باب المداخلات. الو، السلام عليكم استاذي. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا، عرفنا بنفسك، تفضل عرفنا بنفسك. امير من باريس اخي محمد رضا. مرحبا وسهلا. كيف مع اصحابك؟ كل شيء بخير؟ ما شاء الله بخير، الحمد لله، ما شاء الله، الحمد لله. السؤال الوحيد استاذي، انا كدائما في موضوع وموضوع يوما بعد يوم، لا اعرف ماذا. درج. صحيح، درج ما كان ديما كتناقش ديما نفس الموضوع، الصحراء الغربية العياشة. أتي بجديد، أنت ترعرعت وتربيت وفي المغرب ودرست في المغرب. امشي امشي امشي، ضيعنا مالي الوقت. أنت متى أنت؟ ناقش معنا الموضوع، ناقش معنا الموضوع. ما أنت متى أنت؟ مالي صاحب عمالي حتى أنت من 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 طابور أنت. السلام عليكم، صباح الخير. وعليكم السلام سمير، صباح الخير، مرحبا، جمعة مباركة للجميع إن شاء الله. وأنت كذلك، وأنت كذلك إن شاء الله بخير. الحمد لله، ربي يحفظك. والله الحمد لله، والله الله يهنيك. ربي الحمد لله، مرحبا وسهلا والله. إن شاء الله معكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. الأخ سمير من الجزائر. من الجزائر، من العاصمة. مرحبا وسهلا والله، مرحبا وسهلا. تفضل. تفضل تفضل تفضل. لا أنا برك شفت واحد التعليق قال لك هو داير فاسي، الفاسي العاصمي، كيفاش السيد يسب لكم الملك تاعكم؟ المهم يكون ابك النقطة اللي ما فهمتهاش، يسب لكم الملك، يسب لكم ماشي غير الملك، يسب لكم كاع انتوما، بهدلكم كاع ايتيك، ومن بعد استقبلتوه. المهم يسب الجزائر، كي يسب الجزائر سمحتوا له كلش، سمحتوا كلش فيه. والاخ سمير هو ما عد... هو ما شوف، هم ما عندهم شيء، هو اصلا هؤلاء العياش اللي نشوفهم ما يقدروا يستقبلوا حد. هذه جات تعليمات من المخابرات المغربيه، مخابرات المغربيه شافته واشتغلت عليه وجابته ودخلته وفرضته على هذو العياش، هذو ما عندهم قرار اصلا، هذا تشك عنهم لا يستقبلوه، هذا ما عند هو ما حد ما... واحد اصلا ما عنده شيء قال له المواطنه بعده الاولى، ما عنده اصلا صفه مواطن باش يتكلم لك يقول لك يستقبل، شو يستقبلوا هذو؟ هذا قطيع، هذا لا القطيع، يعني يقادون هنا وهناك، وتقدر تقوده فقط بمقال صحفي، كتب لا مقال صحفي تم تابعك هذا القطيع. وشوف انا مازلت في واحد النقطه، برك سؤال مازال ما جاوبونيش عليه بزاف كاع المغاربه، قلت لك على الصحراء الغربيه ان شاء الله. سؤال قبل ما كي قلتوا بلادنا وهذه ارضنا، يا خوتي انتم كنتوا تقولوا الصحراويين عطونا عملة وعطونا حكم، شكون اللي كان قابلكم؟ انا نستنى في الرد تاعهم. هذاك يجيك الجواب، هذاك يجيك الجواب، هذاك يجيك الجواب. انت مات انت. احنا نعرفوا باللي الصحراء كانوا قبائل، كانوا 40 قبيله. احنا كيما نقولوا احنا الشعب الجزائري قاعدك، الشعب الجزائري قاع مع الصحراويين. خاطش بني عمنا، باش نجيب لكم معلومه، ان الصحراويين ابن العمومه، يعني ما تخلوش عليهم. شكرا الأخير. والله والله جزاك الله خير، خلوا عليهم ونعرفوا روحنا نقطع رقبتنا. لا ذاك المعروف فيكم من الرجل، لا ذاك المعروف هذه. لا مشكور والله، مشكور له، مشكور له، ربي يحفظك انت كذلك.
تحياتي لك والله. للمغاربة، يا المغاربة ميساج ليكم، الجزائر مع الصحراء الغربية من الآخر، إن شاء الله الرحمن الرحيم، إن ظالمة شاء الله. ومظلومة كما فلسطين. جزاك الله خير، جزاك الله خير، ربي الله يحفظك. يطول. شكرا والآن جزيلا. أخونا قال لك وجدة، وجدة جزائرية، استبغوا جيبوا الأقلام، أقلام الملونة ولونوا الخرائط، هما لكم هو العالم كامل اللي هم معاه. بارك الله فيك، انتوما لكم المواقع وحنا لينا الواقع، احنا العرجة، خلاص العرجة جبناها بزوج جدارمية ومكبر صوت جبناها، شفت 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 والله شفت. وقعدوا انتوما الأياشة تبردعوا. مشكور والله، مشكور لك سمية، ربي شكرا لك، يحفظكم شكرا لك، صباحك نور ونحبكم، محمد. ربي يحفظكم، الله يطول، شكرا جزيلا والله. ما الله نحبسك، يخليكم، ربي ما يحفظكم، نحبسك، مادام الجزائر معاكم اقسموا بالله ما تطيحوا يا الصحراويين، بإذن الله تعالى إن شاء الله، ربي بإذن ان الله شاء الله. تعالى إن شاء الله. السلام عليكم، شكرا لك، جمعة معك مباركة السلامة، يا اخي. وأنت كذلك إن شاء الله. مرحبا وسهلا، مرحبا. يعني طلعوك يا سيبوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عرفنا بنفسكم تفضل. الحسن بن محمد، أنا أصلي من قبيلة مرايبط، من مرحبا فم وسهلا، الحسن، مرحبا وسهلا. وندرس شوية كثير، التدخل ديالي يكون على درج تاريخ درج الصحراء، درج تاريخ درج ديال كيف الصحراء، بغيت. تاريخ ديال الصحراء. وعسى على حسب المعلومات ديالي، هو أن الصحراء يعني قبل الميلاد، ما بين 5000 حتى 2000 قبل الميلاد، كانت عبارة عن سافانا فيها الفيلة وفيها يعني وحيد القارن وفيها الزرافات يعني. ثم بعد ذلك جاءوا مجموعة من البدو سكنوا فيها يعني تحت الحكم القبلي البربري، ومع وصول الإسلام دخلوا لها، يعني كان تحالف ما بين يعني مجموعة ديال القبائل، ما بينها قبيلة الصناجة والمتانة، واللي شكلوا المرابطين يعني. ثم بعد ذلك يعني جات الدولة السعدية، وجاءوا مجموعة ديال يعني الدول، وفي يعني غير بإيجاز، وفي 1884 طلبت إسبانيا بالحماية على الساحل، وفي 58 يعني بغات إسبانيا تشكل الصحراء الإسبانية، وكما كتعرفوا كاملين في نوفمبر 75 يعني 300 ألف مغربي زحفوا على الصحراء المغربية، وخرجت منها إسبانيا تحت ضغط فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية يعني. وبعد انسحاب موريتانيا 76 جاءت جبهة البوليزاريو، ودارت واحد الحكومة في المنفى يعني، وبدأت حرب العصابات، حتى كما تعلمون كان إطلاق وقف النار في 91 بتوصيات أممية يعني. هذا شو استفدنا احنا من نظرك؟ شو استفدنا منه؟ يا كان الصحراء مغربية ولا غربية؟ شو بغات تقولنا مثلا؟ أنا بغيت أقول لك بأنه يعني من أشاك فوا كتقول لنا شنو هو تاريخ ديال الصحراء، أنا أعطيتك بإيجاز يعني بإيجاز تاريخ اوكي زين زين. انا نبدا معاك من 1884. جميل، قلت لي انت الصحراء مغربية، أنا انت قلت لنا الصحراء مغربية. قلت الصحراء مغربية. اوكي زين. منين دخلت اسبانيا 1884 وتمت فيه تقريبا 92 عام، منين كنتوا انتم المغاربه؟ انا هضرت ديجا قبل على المرابطين خلينا وعلى من الدولة خلينا من السعودية. الزرافات، قلت لنا الزرافات، وقلت لنا انا منع جبت لك من الفيلة. المنطق لحظه لحظه التاريخي، لحظه، شوف انا المنطق التاريخي. سمعتك، انا سمعتك، انا سمعتك، مشيت لنا الى الزرافات والفيله وكذا، مشيت لنا انا قاعد دخت قاعد فهمنا اسمع. لحظه لحظه لحظه، والصافانه ولاش احنا قلنا لا، من 1884 الى 1975 منين كنتوا في الصحراء الغربيه؟ منين كنتوا؟ منين كنتوا مخزونين؟ تحت الصافانه ولا تحت منين؟ منين كنتوا مخزونين؟ لماذا لم تقاوموا ضد اسبانيا؟ لماذا لم تطاردوا اسبانيا ولا تطردوا اسبانيا؟ لماذا لم تقاوموا؟ لماذا لم يسقط شهداؤكم ضد اسبانيا من 1884 ل 75؟ وشكون اللي طرد إسبانيا؟ هذا او سؤال. قولنا، او قولنا انت، شكون اللي طرد إسبانيا؟ قولنا انت، شكون اللي طرد إسبانيا؟ وعلاش النزوح وقولنا انت، قولنا 76؟ انت، خليني ما تجاوبني بسؤال، أنا ما تجاوبني بسؤال، وفي ما تجاوبني 76 وما تجاوبني بسؤال، انا جاي. علاش لحظه النزوح لحظه، حتى اشوف عد 76؟ منهجي، عد منهجي، عد منهجي، عد منهجي في حديثك.
قول لنا أين كنتم في الصحراء الغربية في 1884 إلى 75، منين كنتم؟ أنا اللي نعرف إذا كانت هذه أرضكم وأنتم فيها، معنى على أنكم رافدين السلاح وتقاوموا المستعمر الإسباني. إلى ما كنتم معنى على أنه ما عندكم علاقة بالأرض، أول اتصالكم بالأرض هو 75. راني جايك لهيك المسيرة اللي قلت لي، المسيرة الخضراء وجمعنا وكذا، لا نجيك معاه. يلا وتفضل أعطيني. انا دابا فاش هضرت معاك في الاول هضرت معاك من الاول، عطيتك التاريخ ديال الصحراء وخلينا من الغربيه. الصافانة، خلينا من الصافانة، أنا مشيت لك لا أقرب تاريخ، لا البارح، لا البارح، انا لا هضرت لك البارح. مع وصول الاسلام. وصول الاسلام كانوا وخلينا دوله من وصول بيطيه، الإسلام، وخلينا من دوله وصول سعديه، الإسلام، وخلينا من وصول الإسلام. أنتم عندكم كاع الإسلام ظهرك في كانت دوله المغرب، سعديه. واش أنتم عندكم الإسلام في المغرب؟ أنتم عندكم الإسلام في المغرب؟ أنتم لا، مدرك احنا ما كاع في كنتناقش، الفين، هو سمحت، احنا ما تتكلم لي على كنتناقش عن الإسلام، أنا ما الاسلام. أتكلمك على الإسلام. قول انا لي، كنهضر معاك من قول منظور لي، تاريخي، انا كنهضر وخلي معاك من منظور منظوراش أنت تاريخي. رانك، منظوراش تاريخي أنت يعني رانك، انا لست واسمع واسمع سياسي واسمع ولست اسمع واسمع اسمع، انا ما غادي اللي تعود سياسي ولا تعود اللي بغيت تعود، انا فقط يعود افكارك مقنعين. 1884 دخلت اسبانيا الصحراء الغربيه وتمت فيها الى 1975، ياك ظهرتم انتم فجاه، ظهرتم فجاه بسم الله. المسيره اجدادنا، مات اجدادنا، لماذا هذوك الناس اللي فهم ما يقولوا عنهم مغاربه ويعودوا هما اللي مقاومين وهما اللي مارقين اسبانيا، ويعودوا انتم جايبينكم لا ضيافين، يجيبوكم انتم، يجيبكم الحسن الثاني ولا يجيبكم احد ثاني. يا اخي راكم ضد المنطق، انتم لا علاقه لكم بالارض، ما كنتوا فيها قبل 75. اول اتصال لكم بالارض 1975، وحتى ما هو قراركم لما تقول لي بأنه هاي الأرض أرضكم، معناها على أن الشعب المغربي تجمع وتكلم كامل بشكل جماعي وقال على أنه الصحراء هذه راهي مغربية وهذه أرضنا وخاصنا نمشولها، ويا الحسن الثاني يعطينا من الإمكانيات نمشوا نحروها. أنتم العكس، خطب فيكم الحسن الثاني، تعرف شي خطب فيكم؟ عدلكم لكم خطاب وقال لكم يا القطيع يا القطيع تعالوا تسجلوا باش نديكم في مطار ما يسمى. لحظة خليني نكمل، خليني نكمل لك فكرة محمد، لكن ولكن لا لا كاين نعطيك، لا نعطيك. احترم الحوار، احترم الحوار. انا لم اسبك شوف ولم اسب أنا اي ما مكان، سبيتك، عندما أنا صنعتني قلت لك بالقطاع يعني هذا سب وشتم. أنا لا أسبك أنت، أنا أتكلم بشكل جماعي، أنا صنعتني ما بالقطاع، نسبك أنت. انا مغربي، انا مغربي، كتقول لي انا القطيع، انا لست قطيعا، أنت ما أنا انا لم قطيع، اتكلم. ولكن 350 ألف قطيع، 350 ألف، أنت كنت معاهم؟ لا ما كنت يخصك، انا معاهم؟ ما كنتش معهم، انا ما كنتش معهم واش لان كنت ديجا ما معاهم؟ كنتش، لا ما أنا كنتش معهم، أتكلم، ولكن أيوا أفهم الكلام، أنا أتكلم عن 350 ألف الذين اقتادهم الحسن الثاني، إذا كنت معاهم على الرأس والعين، أنت ما كنت معاهم، أنت فقط تلوك ما يقال لك اللي لا قريت ألوك وسمعت. أخي محمد، لا لا تلوك ما ت... لا لا يلا لا قول لا لي، ألوك، قوة استعمارية، أنا قوة أعتمد استعمارية، على وثائق أممية، وثائقاش، يعني وثائقاش، وثائق أممية، 350 ألف يعني مغربي، ما اسمعني اسمعني، وأخبركم، قوة وأخبركم أخي استعمارية. محمد، لا أخ حسن، لا أخبركم أخ حسن، أن، لا أخ حسن، لا أخ حسن، لا أخ حسن، تفضل تفضل تفضل. قوة استعمارية فوتت في منطقة قرن، ما ظهر لكم واحد، ما طاح منكم شهيد، ما رفد منكم واحد بندقية، ما أطلق واحد رصاصة، ما تواجد منكم واحد في قبر. قرن، قرن، تعرف شنو قرن؟ قرن. ولكن ومنين اسمعني أخي جمعكم؟ محمد، ها الدبلوماسية علاش خرجت إسبانيا من الصحراء الغربية؟ علاش خرجت منها إسبانيا؟ واش لأنه قوة كان ضغط استعماري، واش قوة لأنه استعماري، واش قوة استعمارية كإسبانيا، قوة استعمارية كإسبانيا، عندها السلاح، عندها الطائرات، فوتت قرن في لكن منطقة، هي خرجت ضد تجيب لها أنت واحد كان الدبلوماسية. يرعى بقرات، اسمعني، واحد كان يرعى البقر في جديدة، وواحد كان يسرح شويهات في مكان معين، جاء عنده المقدم قال له يلا تتقيد في المسيرة الخضراء، فين ماشيين؟ ماشيين واحد الأرض هذه نحروها ويركبوا في الكاميون، وجايب الكاميون، جاي يعني أنت جاي في الكاميون. واش انت في راسك بانهم ما دخلوا الصحراء ولكن الغربيه؟ واش في اسمح لي راسك اخ بانها محمد، انت واش في دابا راسك؟ كتهضر، واش اسمح في لي الاخ راسك هذه محمد، انت دابا 350 الف؟ هذه 350 الف وما دخلت الصحراء الغربيه، ما دخلتها، وما دخلتها. اسمح لي الاخ اه محمد، انت دابا كتهضر غير على كتهضر على الجزء الاخير ديال هذاك المسلسل، كتهضر انت بغيت انت تردنا دابا ركزت للصافانه، على الجزء بغيت الاخير. تردنا لا لا للصافانه، لا ماشي، بغيت لا لا تردنا انا كنهضر للصافانه، انت لانه زرافات، قبل بغيت تردنا للزرافات، يعني قبل ورا الناس يا لا تضحك لا اسمح عليك، لي، وراها الناس وانا ما تضحك يسمح لي عليك. الاخ محمد، اسمح لي الاخ محمد، اسمح لي خليني نكمل.
دابا انت هضرتي على ذاك الجزء الصغير اللي كان في سميتو اللي ديال المسلسل، هضرتي على المسيره الخضراء. أنا الجزء انا هضر لك الصغير، على قبل، الجزء انا كنهضر المهم، لك على، الجزء انا كنهضر لك المهم. على قبل، قبل كان يعني كانوا وأنا ضغوطات أثبت لي، دبلوماسيه، أثبت لي كانوا ضغوطات أث... دبلوماسيه، وعلاش خرجت اسبانيا حسن بما انها حسن قوه حسن استعماريه. حسن 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 نعم نعم انا كنسمعك، انا كنسمعك. التواجد البشري ما هو خالق في الصحراء الغربية قبل 75، التواجد المغربي ما هو خالق قبل 75. كانت الزرافات كيف قلت أنت، كانت الزرافات وكانت الصافانة ما كان، ما كنتوا أنتوما ما كنتوا. انا ما أما احنا ما إحنا كنا كنا، إحنا كنا، إحنا كشعب صحراوي كنا، جدودنا كانوا كانوا فم، قبائل، كانوا باين، كانوا كانوا قبائل، شوف كانوا قبائل، قبائل، وكانوا وكانوا مجموعة من ديال، صحراويين، كانوا وكانوا مجموعة من ديال صحراويين، البدو، كانوا مجموعة وكانوا ديال صحراويين، وكانوا صحراء، لحد غربة الآن، كانوا مغاربة، ما كانوا مغاربة، هذا هو اللي بغيت نقول لك. لحد الآن في الصحراء. أنا مشيت للصحراء المغربية، لحد الآن كاينين القبائل وكاينين البدو. أنا كنقول لك أنا من هو قبيلة رانك مغيبة، جاوبت راسك، هو رانك جاوبت راسك، رانك جاوبت راسك، كانوا ولكن قبائل، ما كان، شوف ما كان كانوا سرغيني، البدو. شوف ما كان سرغيني، اسمعني، ما كان سرغيني، ما كان دكالي، ما كان عبدي، ما كان زياني، ما كان طنجاوي، ما كان مراكشي، ما شو نزيدك، شو نزيدك، لو كنت اش تسمح لي، نزيدك، اش تا نزيدك، فرنسا راه كانوا، تا فرنسا راه كانوا فيها غير لو وخلينا من جولواز، فرنسا، ولو فيها وخلينا من الجزائريين اللي فرنسا، كانوا خلينا، مغاربه، هذوك اللي ومغاربا، كانت هتبدا ونتكلم عليكم انتوما، انتوما مغاربه، انتوما مين، لماذا لا يتواجد لكم بشر في هذه الصحراء سنة الغربيه؟ الحياة، هذه سنة الحياة. يعني كاين الترحال سنة وكاين الحياة، سميتو، سنة الحياة، لا هذه سنة الحياة. شنو دابا سنة جبتي لما الحياة؟ كاين الترغيني ما كاين سميتو، يعني الناس كيتحركوا، الناس كيتحركوا دابا، ولاو الناس كيتحركوا. وحسن، وحسن، تعلم تضحك، كيف تعلم تضحك، يمشي تعلم سميتو؟ تضحك، انا يعني كنهضر معاك تعلم تضحك، تعلم تضحك، ولماذا لا يتواجد السرغيني في الصحراء الغربية قبل 75؟ لانه ديجا ما كانوش لي مويان دو كومونيكاسيون، ما كانوش المواصلات، ما كانوش سميتو، ما كانش بزاف ديال الحوايج. وعلاش والسريف، انت ما كان، والسريف، والسريف، ما واسمح لي، كيفاش علاش ما ما كانت، كانوش ما كانت، المغاربه؟ واسمح لي، كيفاش اسمح لي تضرب اطرح لك بتناقض سؤال، مع علاش ما نفسك؟ كانوش، نعم، ها؟ علاش ما كانوش، علاش ما كانوش المغاربه في فرنسا قبل، يعني في الثوره الفرنسيه ولا في سميتو؟ علاش؟ وعلاها ما كانوا الجابونيين في علاش؟ امريكا، ولكن الجابونيين علاش ما يقولوا كانوا امريكا لنا، السؤال؟ الجابونيين ما يقولوا امريكا لنا، الجابونيين ما يقول لك امريكا لنا، يا بني ادم، الفرنسيين ما يقول لك المغرب لنا، الفرنسيين اذا كانوا تواجدوا في في المغرب يقول لك احنا جينا في التاريخ الفلاني، لان جينا اما قوه استعماريه والله جينا في الاطار الحمايه. انت بغيت تبغي تتكلم لي على الصفانه وتتكلم لي على الزرافات، ونقول لك الصحراء الغربيه كانوا فيها اهل، ينقال لهم الشعب الصحراوي، ينقال لهم الصحراويون. السراغنة كانوا في بلدهم، قال له قلعة السراغنة. الدكالة كانوا في جديدة وفي نواحيها، عبدة كانوا في أسفي ونواحيها. هذا هو اللي بغيت نفهمك، أنت صحراء مغربية باش بالصافانة وبال ما نعرفهاش، تفضل يلا اعطيني الصلاح أنت. والمرابطين، المرابطين ما المرابطين؟ شكون المرابطين هم المرابطين؟ المرابطين شكون هم المرابطين؟ شكون هم المرابطين؟ شكون هم المرابطون؟ تأسسوا في القبائل. أنا شكون ما هم بغيتش ندخل معك، المرابطين؟ بس شكون اسمح هم لي، ما بغيتش المرابطون؟ ندخل، ومن هم المرابطون؟ ومن هم لأن المرابطون؟ قال قول لي من هم المرابطون؟ وقول لنا من هم هما المرابطون؟ دابا واش هتخليني نهضر ولا سميتو؟ أنا سولتك، لا مش جاوبني على، خليني نهضر. جاوبني واش على انا هذا السؤال، جاوبني على هذا السؤال ونخليك احنا تتكلم. من لا هم لا احنا في هذا المرابطون؟ اللايف، احنا في هذا من هم اللايف كل المرابطون؟ واحد يعطي ومن هم فاحنا في هذا المرابطون؟ اللايف. لا اسمح لي، ومن اسمح هم لي، احنا في هذا المرابطون؟ اللايف غير وراني مصر لك على هذا السؤال، قول لي من هم المرابطون؟ دابا انت تصر وانا اصر، هو يعني السر، هو السر يا غار، المرابطون من هم؟ ما وانا انا ما اصر عندك الجواب، ما عندك الجواب، وانا زيدك. اسمح لي، اسمح لي الاخ محمد، لانك دابا خلوا الاخ الصحراوي يتدخل. تفضل، تفضل الاخ الصحراوي، تحاول. تفضل. السلام، لحظة السلام، لحظة السلام عليكم ورحمة لحظة الله تعالى وبركاته. نعطيك نبذة قليلة جدا عن المرابطون. شوف يا ولد الناس، المرابطون تأسسوا في بلاد موريتان، وظلوا في بلاد موريتان لمدة 30 سنة وهم في بلاد موريتان، قضوا على أكبر مملكة أفريقية آنذاك، مملكة غانا، وحدوا مالي، ووحدوا تشاد، ووصلوا إلى حدود السودان جنوبا، عبروا نهر السنغال إلى ما هو، إلى ما هو جنوبا. هذه 30 سنة أعطينا سلطان مغربي واحد، والله كتيبة واحدة مغربية ساهم بها في السلطان، إن كانوا هؤلاء كما تدعون أنتم أنهم مغاربة وينتمون إلى الدولة المغربية، أعطيني كتيبة سلطانية واحدة لمدة 30 سنة ساعدت هؤلاء الموريتانيين على القضاء على مملكة غانا وعلى الممالك الإفريقية الزنجية التي كانت هناك، وتوحيد إفريقيا قبل الانحراف شمالا نحو الصحراء الغربية و
ونحو أكادير منطقة توس ونحو مراكش ونحو الشرق، وبعد ذلك العبور الأول والثاني إلى الجزيرة الإيبيرية وضم فرنسا جنوب فرنسا وشرق إيطاليا وغرب البرتغيز. إذا أنتم إذا كنتم تدعون على أن المرابطون هم مغاربة وأصلهم مغربي لمدة 30 سنة من هذا التوحيد قبل الانطلاق والتكوين، أعطيني سلطان واحد بعث بجيش أو بكتيبة أو بجندي أو بقائد واحد في منطقة المرابطون أو في منطقة موريتان دعم للمرابطون. كبسون فضلكم كبسون خويا. أنا أخي أولا بعد كنشكرك لأنك حفظتي الدرس ديالك قبل ما تطلع في اللايف، وثانيا أنا التاريخ أنا ما أسمع أنا يطرح لكم الانسان سؤال موضوعي وتمشوا للشخصانه، انت حافظت انت الدرس يا اخي، شوف ركز على ذاك الشيء اللي قال لك، ارجاوبوا على ذاك الشيء اللي قال لك، طرح عليك مجموعه من المعطيات التاريخيه جاوب عليها، يحفظ الدرس ولا ما يحفظ الدرس، شو مشكلتك تحفظ الدرس؟ انت ايش حافظ انت؟ انت ايش حافظ انت؟ انت ايش حافظ؟ انت ايش حافظ؟ حافظ الناس الصفانه والزرافه والفيله، ماني عارف كاع الفيله كانوا في الصحراء. خلي من التاريخ، خلينا من التاريخ، خلينا وما عنده تاريخ ما عنده. اسمع قول لي 1970 اعطينا موقف الحسن الثاني، اعطينا موقف الحسن الثاني من الصحراء الغربيه سنه 1971. منين نقول لك 1971 راني عارف علاش ركزت لك، وغادي نقول لك علاه، قلت لك بالضبط 1970. اعطيني موقف الحسن الثاني الرسمي وانا غنجيب لك موقف الرسمي وبشاهد بوثيقه ملي ما بالكذب ولا بوثيقه رسميه وشاهد عليها جوج رؤساء دول. تفضل اعطينا موقف الحسن الثاني 1970 من الصحراء الغربيه. امير ان شاء الله، امير ان شاء الله. غادي نقول لك غير واحد الحاجه، يعني من 71 حتى ل 75 كانت 70 يعني 70 70 70 70 بالضبط شهر 9 اسمع بالضبط 16 كانوا تحركات 70 كانوا تحركات دبلوماسيه مغربيه، يعني شهر 9 1970 كانت قمة ثلاثية، قمة نواذيبو بين المختار والداده والهواري وبمدير الحسن الثاني. مخرجات القمة هي تعتبر قمة وتعتبر أول اتفاق، يعني أول اجتماع شامل الحسن الثاني مع المختار والداده بعدما اعترف المغرب بماذا؟ بسيادة الدولة الموريتانية واستقلالها سنة 1969 بداية 1970 إبان القمة ديال الدار البيضاء، القمة الإسلامية في الدار البيضاء، فكانت أول اجتماع فاعتبرت بمثابة قمة. على ماذا اتفق الرؤساء الثلاث؟ اسمع يا 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 يا, يا أستاذ حسن، اتفق الرؤساء الثلاث على أول حاجة دعم المقاومة المسلحة الصحراوية داخل الصحراء الغربية ومطالبة إسبانيا بالرحيل وفقا لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة الواضحة بهذا الشأن. احنا في 1970 أول قرار كان في مجلس الأمن حول الصحراء الغربية كان 1965 ديسمبر، يقول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعلى إسبانيا التسريع بإجراء الاستفتاء للشعب الصحراوي لتقرير المصير. إذن هو الحسن الثاني يقرر بحقية الشعب الصحراوي في تقرير المصير. نرجع لك وكان هما ثلاث اتفاقيات، إنشاء لجنة ثلاثية لمتابعة مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، كما تم إقرار إنشاء قناة صحراوية لاتقة بالرسم باللغة الحسانية في مقرها نواكشوط لدعم المقاومة المسلحة في الصحراء الغربية. خليه هضر، انا كنحترمو يعني هو تفضل حتى احنا نحترموك، حتى احنا انا عندي تفضل يلا هو تفضل. انا غير سمعت الاستفتاء البارح، طلعت على واحد الوثيقه يعني اللي تم نشرها من طرف السلطات الفرنسيه والتي تفيد بانه في 62 يعني طلبوا الامم المتحده طلبات من يعني سكان تندوف حق تقرير المصير ورفضوا،
باعتباره مغاربي. ابرك متخربق ابرك متخربق. هذه البارح تم نشره في السلطات الاسبانيه البارح. والبارح انت تبارك الله، انت راك ما نعرف كاع منين انت، منين تفرج فوق السطح انت كنت فوق السطح، كنت فوق السطح وجبرتها منشوره يا اخي. شو بالله في الصحراء الغربيه بالمعطيات ما تندوك يا حسن، يا اخي حسن، يعني بكل يا اخي حسن، يعني مش انا اللي كثر يعني السلطات. احنا قلنا شوف شوف، قلنا لك قلنا لك اين كان شهداؤكم من 1884 الى 75، قلت لي ما نعرف، قلت لي لا صحراء مغربيه. قلنا لك يا اخي لماذا الحسن الثاني اذا كانت هذه الارض ارضه يقتسمها مع موريتانيا؟ جاوبنا على هذا السؤال، جاوبنا على هذا السؤال، لماذا يقتسمها مع موريتانيا؟ انا اولا، لا انا اولا كما قلت لك انا في الاول، انا لست سياسي، وخلينا ما انا قلنا لك سياسي وما قلنا لك سياسي، قلنا لك انت انت تدافع عن طرحي، انت تدافع عن اطروحه. قول لنا اذا كانت هذه الصحراء مغربيه لماذا يقتسمها الحسن الثاني مع موريتانيا في 75؟ قلنا عليه، قول. انا اعطيت غير من المنظور التاريخي ديال، لان لان كل مره كتلاحظ تتفهم لا في الصرافات، تتفهم لا في الصرافات، انت تفهم لا في الصرافات. هو هذا راهو تاريخ، هذا راهو تاريخ، هذا تاريخ، هذا تاريخ، هذا تاريخ. هذاك الزرافات هضرت على الزرافات، هضرت على سميتها يا زرافه تبقت لي انا ما حضرت المستمعين. قول فيا لا كاع الفيا لا كاع، انا ما هي الفيا اللي كانوا في الصحراء الغربي. لحظه لحظه لحظه، هذا الفيال، الفيال اسمعني اسمعني اسمع، قلت لنا الفيال عندي وثائق معاهم، عندي وثائق، عندي وثائق. الفيال كانوا في الصحراء الغربيه الفيال. وتسمح لي دابا انت خديتي غير داك الشيء اللي سميتو. اوكي انا نرجع معاك 75، نرجع معاك 75 صافي، نرجع معاك 75 ياك، ما هي بعيده 75 يلا تكلم 75 ما هي بعيد. اوكي افيدنا. اوكي اوكي افيدنا. اوكي كيف دخلتوا انتم في اطار المسيره وحرحرتوا هذيك الارض؟ كيف اشرح لي. اولا كانوا ضغوطات، وكانت تحركات دبلوماسيه من الجانب المغربي على ضغوطات. يعني مع خليني دابا نهضر، وغير قولنا مصطلحات نفهموها. يعني شي ضغوطات، شي ضغوطات، يعني شي ضغوطات، ضغوطات من؟ قول لي، شوف قول لي جمله مفيده، قول لي كانت الدوله الفلانيه تضغط على الدوله الفلانيه، يعني باش نفهم. انا قلتها لك في الاول، قلت لك كانوا تحركات دبلوماسيه ما بين فرنسا، الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا للضغط على اسبانيا باش تخرج من الصحراء، لان بغات تردها صحراء اسبانيا. وعلاش خرجت دابا؟ دابا الا جيتي من المنظور العقلاني، الا جيتي ضغطات على ضغطات على بريطانيا، اسمعني نمشي معك، بريطانيا الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا. وفرنسا اوكي، ما مصلحته هذو الدول في سموه في الصحراء الغربيه؟ ما مصلحته؟ لان عندهم مصالح، لان عندهم مصالح. ما مصلحته وما مصلحته شنو هي؟ ما مصلحته؟ راه السؤال واضح يا المؤرخ. ما استراتيجيه؟ لانها منطقه استراتيجيه، الصحراء الغربيه منطقه لمن استراتيجيه؟ استراتيجيه بالنسبه لها الدول، بالنسبه لها الدول بريطانيا، بريطانيا وامريكا وفرنسا. وين قرا هذا الكلام؟ وين جبروا هذا الكلام؟ خليه وخليه القدس، خليه قراه مع الزرافات، قراه حدا الزرافات يا اخي، خليه خليه. ما انت تتكلم، تتكلم تاريخ، التاريخ لا خليه بعده. ايه تفضل. ها اشرح لنا. لا كما قلت لك هو موقع استراتيجي. اوكي ويعني... قلنا في الدول ضغطوا على اسبانيا، ضغطوا على اسبانيا ياك. باشاش ضغطوا على اسبانيا، ضغطوا على اسبانيا. ها ضغطوا على اسبانيا. لاش ضغطوا عليها باش تخرج من الصحراء؟ اوكي تخرج. ايه المغربية لانها بغات دير عليها، لانها ديجا دارت الحمايه تما، كما كانت الحمايه على الجزائر وعلى المغرب وعلى تونس، يعني كانت الحمايه الفرنسيه، كانت الحمايه، كانت الحمايه منين؟ كانت الحمايه، كانت الحمايه ديال اسبانيا على 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 الصحراء. يعني كان شريف، 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 شريف يا صاحب الزرافه، يا صاحب الزرافه، يا صاحب الزرافه. فاسبانيا ما عندها الحمايه، اسبانيا عندها الاستعمار، الزريبه، الزريبه اللي فيها الحمايه، الزريبه هي اللي جابت فرنسا، جابت جابها الملك، جاب فرنسا من اجل حمايته من الشعب، هذيك الحمايه. اما فاما اسبانيا تواجدها في الصحراء الغربيه قال احتلال، قوه قوه احتلال. دقق معايا المصطلحات، تفضل تفضل الاخ محمد. ما عندناش، ما عندنا نفس، يعني كانت حمايه على الساحل،
واش فهمتي الساعه شنو هو؟ وصريف واحد احتلال احتلال، وان قال لها قوه احتلال، ان قال لها قوه احتلال ما ينقال لها قوه حمايه. حمايه مناش واش انا حمايه مناش؟ انا نطلب منك ان هاد المصطلحات ما خرجتهمش من عقلي، يعني ما فقش الصباح قلت وكان حسان حسان ورا ما 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 هو ما هو منطقي. حمايتها من من حمايتها من من؟ إذا قلنا إذا قلنا فرنسا حمات، إذا قلنا فرنسا البروتوكراتارية في اللي موجودة في المغرب، ذيك جاتها فرنسا، جابها المغرب، جابها الملك، جابها الملك طرحها من أجل حمايته هو من أجل من الشعب، وبقات سمت سمى الحماية الفرنسية إلى أن غادرت. ما ينقالها الاستعمار الفرنسي ده، تخلطوا لكم الفهم. لا تسمح لي الأخ محمد، الأخ محمد، يعني الوثائق ديال 1884 يعني مكتوب فيها الحماية على الساحل، يعني واش شريف 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 قلت لنا قلت لنا بريطانيا، قلت لنا أمريكا، قلت لنا فرنسا ضغطوا على إسبانيا من أجل تسليم الصحراء الغربية لمن؟ ماشي أنا اللي قلتها، ماشي هو المن 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 ماشي قلت ماشي أنا اللي قلت هذا المن المن هذا الميثاق ديال الأمم المتحدة. لمن يسلموها؟ لا ضغطوا على اسبانيا، ماشي باش يسلموها، ضغطوا على اسبانيا لان اسبانيا بغات دير الصحراء الاسبانيه، بغات ترجعها اسبانيا، وضغطوا من عليها اجل ان تغادر اسبانيا. ان تغادر اسبانيا، اوكي تغادر. ايوه ايوه صح. وهذا وهذا وهذه الضغوطات وهذا يعني هذا يعني هذا كما نقولوا المناورات، شكون اللي دارها؟ واش دارها؟ انا ما انا يعني انا لست كما قلت لك، انا لست سياسيا. شكون اللي دارها؟ دارها المغرب، دارها المغرب. ما دارهاش، اعطيني غير اعطيني غير واحد اللي دارها المغرب. دار الضغط، هذا الميثاق، هذا الميثاق ديال الامم، هذا التاريخ. إيه دارها المغرب، إيه دارها. وشكون هذا المغرب اللي دارها؟ شكون هذا هما اللي دارها؟ يعني الدبلوماسيه المغربيه هما اللي تدخلوا. شكون الدبلوماسيه المغربيه؟ ومن بعد انت كتهضرنا على شكون الدبلوماسيه المغربيه؟ شكون الدبلوماسيه المغربيه؟ انا مكتوبه في يعني مكتوبه في يعني في الكتب ديال التاريخ مكتوبه. منين دارت هاي الضغوط الدبلوماسيه؟ على اي مستوى؟ اعطينا اسماء هذه الكتب التاريخ، اعطينا اسماء هذه الكتب التاريخ. كما كانت الدبلوماسيه المغربيه هي اللي تدخلت يعني لاستقلال الجزائر في الامم المتحده، يعني محمد الخامس. محمد الخامس يعني لا كنهضر لك على الجزائر، يعني كيفاش نهضر لك الدبلوماسيه المغربيه؟ خلينا من الجزائر، خلينا من الجزائر. قلت محمد الخامس، جاب محمد الخامس ترك. غير مثال، غير اعطيتك مثال، غير اعطيتك مثال فاش مثال فاش وتمشيو في اليوتيوب. واحنا احنا ما عندنا احنا ما اش لا نفهموا بالمثال. واشرح لنا احنا، انا اشرح لي كرونولوجيا، كرونولوجيا علاقتكم بالصحراء الغربيه، كرونولوجيا. قول لي شوف، قول لي كذا، قول لي كذا، قول لي مشينا كذا، قول لي ضغطنا كذا، قول لي عدلنا كذا في المكان الفلاني، باش يا سيدي نسترجعوا ارضنا. يلا اشرح لنا. دابا انت الاخ محمد اظن يعني ما مالي مش معايا، مالي انا يعني ما متفقش. وانا نتكلم لك على التاريخ، خليني انا نقتنع. والله ما نقتنع، راه الناس يتفرجوا فيك، راه الناس يتفرجوا فيك، راه مساب راه مساب عارفين. شوف عارفين قيمتك كلاميا وقيمه كلامك، كلامك انت. الضغوطات بريطانيا فرنسا الولايات المتحده الامريكيه لتسليم لمن 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 تسليم الصحراء الغربيه لمن 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 قلنا لمن؟ وعلاش علاش مشاو المغرب؟ وعلاش نظمتوا المسيره انتم؟ الى علاه نظمتوا انتم المسيره من نيعات اصلا؟ هذه ارضكم ولا هي تسلم لكم من طرف اسبانيا وتنعطى لكم مجانا؟ علاش تصدعوا روسكم وتخسروا المحروقات وتخسروا الكومير وتخسروا بط السردين وتخسروا القران؟ علاش تخسروا هذا الشيء كامل وما تقبضوا ارضكم مباشره بعد هذه الضغوطات؟ تعرف انك تعرف انك تقول شيء امور ما هي منطقيه. لو كانت هذه الارض ستسلم لكم لا بهذه الضغوط اللي تتكلم عنها والدبلوماسيه المغربيه، ما تصدعوا كاع روسكم. راهم يمرقوا تمرق اسبانيا ويجي يجي الملك والله يرسل حد من سمو وتسلم الارض. انت عارف انك ترد شي امور ما هي منطقيه. لي على قلت لي علاش؟ علاش؟ لانها لنبرهن للعالم بانها بان لنبرهن للعالم لنبرهن هذا كلام التلفزيون، هذا كلام التلفزيون، وهذا كلام التلفزيون. تبرهن للعالم واش انت درك جمله وغادي محمد خويا؟ واش انت انت عندك مش انت تقول عندك ارضك؟ لا حنا القدس، ولا تتكلم عن التاريخ، تاريخ تتكلم مع هذا على التاريخ، خلي التاريخ خليه وحده. انت تقول ان شنو برهن للعالم؟ اش غادي لكم انتم في العالم؟ يا كارتك انت تحاني العالم، انتم مازلتوا تبرهنوا للعالم الى يومنا هذا. اعطينا الله، اعطينا الصحراء المغربيه، اعطينا الصحراء المغربيه.
يا امريكا اعطينا الصحراء المغربيه، يا فرنسا اعطينا الصحراء المغربيه، يا اسرائيل اعطينا الصحراء المغربيه، مازلتوا تبرهنوا بعد 50 عام. تفضل. لا يا اخي انت دابا يعني شعبتي الموضوع كما كنقولوا. ماشي شعبت الموضوع. لا لا شوف لا لا حاصرتك حاصرتك شوف حاصرتك الى ان الى ان قبضتك انا قافضك ضريك بيك ما عندك شيء تقدم لي شيء تقول لي شيء تقول لي شيء تقول لي شيء تقول لي انت جاي عندي انا انت جاي عندي انا بغيت تبرر عليا نبرهن للعالم برهن للعالم هذاك الشيء يقولوا لا في التلفزيون نبرهن للعالم شو بغينا احنا نبرهن للعالم انا جيت ما جيت عندك لان انت مضركم عروس انت مضركم عروس خاصك الناس تشوفكم تشوفها جميله وممنمقه ومعكره وسمو شنو يبرهن للعالم واش الناس راهي ترد ارضها الناس اللي عندها ارض ترفع هذا السلاح كيف كيف الجزائر شوف الجزائريين قدموا مليون ونصف مليون شهيد قالوا البرهان للعالم لا ننتظر ان خلونا من السلاح نبرهن للعالم بان هذا ارضنا يا اخي راكم انا شيء نقول لكم راكم لماذا يعني لماذا تقولبون انفسكم في واحد الروايه مخزنيه غير حقيقيه هذه الروايه مخزنيه غير حقيقيه هذا الشيء اللي قال لكم تاريخكم مصور تعرف تاريخكم مزور تاريخكم مزور وهذه المشكلة عليكم أنتم تقبضوه وتعيدون إنتاجه وتبقوا تعطوه الأجيال وتدوخوا الأجيال تقولوا الحقيقة ما كان لا مسيرة خضراء ولا كحلاء ولا أي شيء كانت هناك مؤامرة إن قالها اتفاقية مدريد الثلاثية اقتسم بموجبها الحسن الثاني الصحراء الغربية مع موريتانيا وش اللي عنده أرض اقتسمها اقتسمها أنت دارك تقتسمها انت دارك تدافع عليها وتكافع عليها باش تردها وتقتسمها مع مع ذاك اللي مع مع دوله اخرى ولا مع جار اخر اسمح لي فاش اسمح لي فاش كتقول تاريخ مزور يعني انا كان يعني انا يعني اعتمد على التاريخ ديال العالمي يعني التاريخ ديال الامم المتحده التاريخ ديال يعني التاريخ المكتوب من طرف يعني من الاجانب انا كان فاش كنقول لك التاريخ يعني كنعتمد التاريخ المكتوب مكتوبة في الأمم المتحدة مكتوبة في الأمم المتحدة اسمع لي مكتوبة في الأمم المتحدة ونحن نريد أن نبرهن للعالم ونحن نريد وقد كان المغرب يريد أن يبرهن للعالم على أن هذه أرضه يا أخي اسم التاريخ تتكلمنا اسم التاريخ تتكلمني عنه أي تاريخ تتكلمني عنه أي تاريخ أي تاريخ علاش ديك 150 ألف واحد مشاو للصحراء يعني وما دخلوا الصحراء وما دخلوها وما دخلوها وجابهم الحسن الثاني في الكاميونات الى مشارف الصحراء الغربيه وعدل بهم المسرحيه صورهم راني واش نقول لك شكون اللي علق على هذاك الشيء علق عليه شو محمد جاد الله يرحمه وعلق عليه الصديق نعلي نوره مازال حي وعلق عليه المؤذن هذا وعلق عليه مصطفى العلوي هذا اللي مازال حي ومسرحيه مسرحيه مسرحية جابهم صور بهم هون وهون والصحراء وإننا وحرحرنا وعلق عليه طلحة جبريل السوداني وكذا نقولوا لا التلفزيون المغربي هذو لا أصحاب التلفزيون المغربي ورجعوا ورجعهم وركبهم أنت الأخ محمد كتقول مسرحية أنا كنقول بأنه عبقرية لأنه عبقرية تعرف عبقرية لاش تعرف عبقرية عند من تعرف عبقرية عند الشعب الجاهل لان العبقريه انتم عندكم شوف العبقريه تعرف شنو العبقريه العبقريه عند الشعوب المتنوره شنو هي العبقريه العبقريه هي هي صناعه العلم شوف اسمعني هي صناعه العلم هي احترام المواطن هي احترام وذكاء المواطن هذه كلها عبقريه عند الدول الديمقراطيه اما في الدول المتخلفه العبقريه هي يكذب عليك الحاكم ويقول لك تعال هون وديك هون وشارك معايا في هذه هو مستفد منها وانت مستفد منها لا شيء انت ما استفدت منها شوف والله جدك ما استفد منها والله جدك ما استفد منها والله انت مالك مستفيد منها واللي مستفيد منها الى ومن هذا هو الحسن الثاني وهو محمد السادس ولا هي تبعوا الحسن الثالث يستفيد منها فقط فقط وانت رانا فوق السطح في سموه منين قلت لي من منين انت منين في طاطا والله منين دريك طاطا والله منين فم الحسن فم الحسن انت رانا قاعد فم الحسن وراي تخبط فيك الشمس والشرقيه والعجاج والتكرفيس والصحراء راهي مغربيه وباش الله اعلم صح فقط اش مستفد انت منها لا شيء لا شيء راهو شوف شوف المعادن مسروقه الذهب مسروق المنحاس مسروق واش مستفد انت لا شيء انت فقط برمجوك قال لك واحد التاريخ هذا هو التاريخ وانت رانك تردد هذا التاريخ فوق السطح فم الحسن احنا دابا الشخص انا واش عمرك انت جيتي لفم الحسن وما انا ماشي جيت لفم الحسن جيت فم الحسن وجيت لطاطا وجيت لتوك الريح نقول لك توك الريح أجي الفم الحسن أنا كنهضر على المنطقة اللي كنعرف المنطقة وأنا جيت الفم الحسن جيت الفم الحسن اسمها فم الحصان فم الحصن
فام الحصن صحح لك ولا ما صحح؟ ايوه السلام عليكم تقول لي انت فاش جيت وانا 95% من التراب المغربي شفته، تقول لي انت جيت لها. انا اصور لك مشهدك انت جالس فم الحصن والشمس والعجاج والتكرفيس وتصد هاك ما عندك مستشفى وتصد هون ما عندك الشغل وتشوف جيرانك ما عندهم عشاهم وانت صحراء مغربيه، صحراء مغربيه والزرافات والفياله والكذيب الاحمر وعبقريه والكذيب وعبقريه تاش منين هي العبقريه؟ ما هي خارقه العبقريه. الاخ محمد فاش كتحدث على الشمس وكتحدث على الزهر والعجاج راه ما عنده حتى شي حدود، راه في تندوف كاين الشمس وكاين العجاج وكاين الريح. وما فهمت انا ما قلت لك عنه ما هو. انا واش انت منين تفهم؟ انا نقول لك على انك انت، انا نقول لك ما موقعك وما الموقع اللي انت معاه فيه مع قضيه الصحراء الغربيه، معناه على انك انت تعيش في مجال صحراوي نعرفه جميعا، هو الخلاء هو القفار، هو عاد ما مهتمين بكم، شوف ما مهتمين بكم، شوف ما مافر لكم مستشفى، ما معدل لكم، ما معدل لكم ولا شيء، وانت تدافع عن موضوع بعيد عليك. هذا هو اللي بغيت نصور لك. اما انا لا انتقد الشمس ولا انتقد العجاز ولا العكس، انا ولد، انا ولدت في العجاز وولدت في الشمس وافتخر. انا صحراوي وولدت في العجاج وولدت في الشمس حتى انا، وساكن في فم الحصن والحمد لله يعني راضي، وسميتو راضي بال يعني عادي عادي غير ما تروج الكذب، ما تروج الكذب، ما تروج الكذب، ما تروج الكذب المخزني فقط، ما تقولنا عبقريه عبقريتاش، لا عبقريتاش عبقريتاش انت عبقري عبقري. يا سلام على العبقري، يا سلام على العبقري. الله الدولة. اوكي اوكي عند قلنا كلمه اخيره من فضلك باش نتيح الفرصه لحد ثاني. نقول لك الكلمه الاخيره يعني نرجعوا شويه للتاريخ وما نخرجوش من القانون. ملي رجعنا منين؟ للزرافات. ترجع لنا للزرافات. لا سمحي لي ما كنتش التاريخ يمشي يقرا. غالا ترجع لنا للزرافات قبل يعني ترجع لنا للزرافات ولا عقب الزرافات ولا قبل الزرافات؟ هذا الشيء كامل اللي قلت خديتي منه الزرافات والفيله، انا غير لتبسيط يعني بيا الفيله لا اتصورهم انا، ما لا اتصور الفيله في الصحراء الغربيه، ما اتصور فيله. قول شي صحراوي اليوم يتخيل لك الفيله في الصحراء الغربيه. وانا كنهضر لك قبل الميلاد، قبل الميلاد الاخ محمد. قبل الميلاد الحمد لله. فهمنا درك، فهمنا. المهم اعطينا كلمه اخيره، اعطينا كلمه اخيره. واش كانت ديما فيها الرمال؟ ما كانتش فيها الرمال. اعطينا كلمه اخيره، اعطينا كلمه اخيره، اعطينا كلمه اخيره، واعطينا كلمه، اعطينا كلمه اخيره. هل الصحراء كانت فيها رمال؟ اعطينا 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 كلمه يعني كل شيء. كلمه اخيره يعني يعني يرجعوا الناس للتاريخ ويقراوا شويه. المهم الصحراء مازالت مغربيه، ياك مازالت مغربيه عقب الفياله وداكش. ايوا اذا عندك اذا عندك طار طار فرفر هذه كاع اخبار الفياله والزرافات. راه قال هذيك الساعه واحد المياره تم يتكلم معاه، قال له ما يرى ما كان في الصحراء، قال له كان الصحراء فيها غير صحراء وكيتراو، معنى ذاك التنقي اللي نروح قال له كيتراو. اخي هذا النوع من المغاربه والله تم الانسان يدير فيهم فاس الاشاري ويزوج بهم ساعه ولا نص ساعه يقبضوا يبعد عنه شوي الكدار. نطلعوا صديقنا محمد لاباس الحمد لله بخير. رمزال عندنا واحد الفيل، رمزال عندنا واحد الفيل، شوف راه عندنا واحد الفيل اللي بغيت تديه، راه مازال في الصحراء، في الصحراء الغربيه. شوف تديه والله يا ما بعناه رانا نبيعوه. شوف عندي طالب ليك والله العظيم، دير لنا كتاب على هاد الناس، لازم الف لنا كتاب والله. راي كارثه والله، كارثه والله. محمد نهضر معك من قلبي، دير كتاب والله، اكتب لنا كتاب، انا اللي هو نشري. يا غير ما عرفنا هذاك الفيل منين اللي نكتبوه، هذاك الفيل يدخلنا في الكتاب ولا ما يدخلنا في الكتاب. المهم دخل كل زوج ما قالوا دخل بكتاب كبير ونشروه احنا، نشروه مكان. وبالمناسبه شوف بالمناسبه هو راه فيل مغربي، راه فيل مغربي، راه ما في صحراوي. شفتك مع ذاك الشريف تاع البارح، حتى شريف تاع البارح.
حلقة البارحة حلقة البارحة شكرا لك محمد. أنا الله يعني مرحبا بك والله. السلام عليكم خويا محمد، والله دير هذا المشروع إن شاء الله ديره والله يا محمد. صاحب الظرف أعطانا واحد العنوان، روح أعطانا العنوان. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا عليكم. السلام عليكم. السلام. عفوا نطلعوا السفير المغربي. السلام عليكم شيت. يا سلام يا سلام، دار البركة، نطلعوا دار البركة. دار البركة تفضل. أمير الظلام. صباح الخير، مرحبا وسهلا بكم، كبسوا من فضلكم كبسوا. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف راك سي محمد والإخوان؟ شي لباس؟ الحمد لله بخير لباس. عرفنا بنفسك وتفضل. مرحبا وسهلا. مشيت. نطلعوا رمضان. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمد، كيف حالك؟ مرحبا وسهلا بخير لباس. الحمد لله ما شاء الله بخير، الحمد لله بالضري بس. تفضل ذكرنا، اعطينا اسمك تفضل. محمد حسن من المغرب. مرحبا وسهلا تفضل. احنا نناقش مشكله الصحراء الغربيه. مرحبا وسهلا تفضل. نعم نعم، نناقش مشكله الصحراء الغربيه. عندي سؤال لك سي محمد. لي انا يعني كشخص بعد يعني كشخص. لا يعني كشخص وكإنسان يؤمن يعني لا لا بقضيته. لا 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 لا، انا ما تصورني كشخص، ما تصورني. لا مش كشخص، كإنسان يعني يعني بين قوسين كمناضل صحراوي او كإنسان يطالب ب لا لا والو. ناقش معايا مشكله الصحراء الغربيه بشكل عام، لان رايي انا لا يفيد شيئا. انا اناقش مشكله عندها علاقه بالصحراء الغربيه وبالشعب الصحراوي كامل بالجماعة، أما رأيي أنا ما يغير شيء في القضية. تفضل. لا السؤال أولا، إلى متى سيدوم هذا النزاع بين الإخوة؟ لا تتكلمنا عن المستقبليات، المستقبليات لا تتكلمنا. لا مش مستقبليات، لأن هناك واحد الطرح يا سي محمد. لماذا؟ لماذا لا يتم تبني هذا الطرح هذا أولا؟ يعني كتجربة أولية. شنو الحكم الذاتي؟ شنو الحكم الذاتي؟ الحكم الذاتي أن تكون يعني من يعني عندك الحكم الذاتي؟ من يعطي الحكم الذاتي؟ من سيعطي الحكم الذاتي للصحراوي؟ لا الحكم الذاتي بإطار في إطار الوحدة الوطنية. من سيعطي من 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 سيعطي الحكم الذاتي للصحراوي؟ المملكة المغربية تمنح. وهل المملكة المغربية وهل للمملكة المغربية السيادة على الصحراء الغربية حتى تمنح حكما ذاتيا للصحراويين؟ سي محمد، وإن نسوا التاريخ، حكم الواقع ماذا يقول؟ أنا أطرحت عليك سؤالا واضحا، أنت لا يمكن أن تحصل على أو تأخذ مقترحا من عند أي جهة معينة إلا إذا كانت لديها الصفة. هل للمغرب السيادة على الصحراء الغربية حتى تعطي الحكم الذاتي أو تمنع الحكم الذاتي؟ هذا هو اليوم المغرب بحكم الواقع له السيادة على الصحراء. المغرب اليوم هو محتل، هو قوة محتلة. الصحراء الغربية لم تقرر مصيرها إلى حدود اليوم. الصحراء الغربية مطروحة عند الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، توجد عند اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار في الأمم المتحدة، وهي المنطقة الإفريقية الوحيدة التي لم تقرر مصيرها بعد.
هذا ما يوجد يعني في المناهج الدراسية. هذا ما يوجد، هذا ما يوجد في الأمم المتحدة، ليس في المناهج الدراسية، هذا ما يوجد في الأمم المتحدة. والأمم المتحدة مر أرسلت بعثة، قالها البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، لا زالت توجد في الصحراء الغربية إلى يومنا هذا منذ 32 سنة. يا السؤال، ما هو السبب الذي يجعل أن الأمم المتحدة تكون عاجزة أمام يعني هذا؟ الأمم المتحدة ليست عاجزة، وإنما معجزة من طرف المغرب، لأن المغرب لم يقبل بالكتلة الناخبة، وأراد أن يصور الكتلة الناخبة التي ستصوت في الاستفتاء سنة 1991، وهذا الشخص الماثل أمامك واحد من أولئك الذين تم تحديدهم تحديد هويتهم فيها في هذا الاستفتاء. إذا من يعطل الاستفتاء، شوف، إذا كان اسمعني، إذا كان المغرب يريد حلا لمشكلة الصحراء الغربية، لماذا لا يقبل الاستفتاء؟ يخلي الاستفتاء ويخلي الناس تصوت في الاستفتاء وتقول عنها مغاربة، والله تقول عنها صحراويين، لماذا يمنع ذلك؟ لماذا يقول لك الحكم الذاتي؟ لأن الحكم الذاتي تعطيه جهة لطرف تعتبره جزءا من أرضها. المغرب لا يعتبر قوة ذات سيادة على الصحراء الغربية. يمكن يعطي المغرب، يمكن يعطي الحكم الذاتي لقادير مثلا، يعطي الحكم الذاتي لوجدة مثلا، طنجة مثلا، لكنه الصحراء الغربية ما عنده السيادة عليها. وفقط الأجواء المجال الجوي للصحراء الغربية إلى يومنا هذا ما عند المغرب سلطة عليه. احنا نبقى في الأمم المتحدة، بما أن الملف عند الأمم المتحدة. الأمم المتحدة سنة 1990 يعني هاجم العراق الكويت ودخل الكويت واحتل الكويت، ماذا فعلت الأمم المتحدة؟ أنشأت تحالفا من 33 دولة وأخرجت القوات العراقية من الكويت، فلماذا لا تفعل هذا الشيء مع المغرب إذا كانت تؤمن بأن الصحراء يعني هي الصحراء هي غربية؟ الأمم المتحدة، أنت عارف شنو الأمم المتحدة ولا الولايات المتحدة؟ أنت عارف الأمم المتحدة فرق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة ولا مانك عارف؟ الأمم المتحدة نعم، منظمة أممية أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية يعني في مكان عصمة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة قررت إنشاء قوة عسكرية لطرد العراق من الكويت. نعم، مجلس الأمن هو جزء من آلية الأمم المتحدة. الشريف 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 الشريف، احنا ما نمحانين الامم المتحده تدافع عن ارضنا، احنا حاملين السلاح من 75 الى يومنا هذا، احنا نقاتل المغرب من 1975 الى يومنا هذا، احنا اسرنا من جنودكم 4200 اسير، واكثر من 4200 اسير مغربي من 75 الى 91. احنا ما ننتظر الامم المتحده، احنا الامم المتحده اليوم نضحك فيها، موجوده في المنطقه ونضحك فيها. احنا اليوم نحارب من اجل ارضنا، احنا اليوم عندنا جيش يحارب على الميدان وفي حرب مع جيش المغرب منذ 13 نوفمبر 2020. اما تقول لي الامم المتحده، والله ما تقول الامم المتحده، المتحده جات وراي فم وخليها فم، واحنا لان السياده عند الشعب الصحراوي. تفضل. يعني انت لا تؤمن بالامم المتحده؟ يعني لا تؤمن؟ بغيتني انا نؤمن بها؟ انا شو بغيتني نؤمن بها ولا ما نؤمن بها؟ انا نقول لك قضيه الشعب. لا، هذا سؤال مطروح. انا قلت لي ان ملف الصحراء موجود في الامم المتحده، وقلت لك الامم المتحده اذا شاءت ان يعني انا وصفت لك انا وصفت لك انا وصفت لك انه الملف عند الامم المتحده، ولكن هذا لا يمنع من الكفاح المسلح. هذا ما انت صافي لا عند الامم المتحده تكتف يديك وتبقى تتفرج، لا راك تقاوم من اجل بس ترجع ارضك بالقوه. تفضل. لكن هذه المقاومه يعني تبقى مقاومه يعني كما قال بين قوسين محدوده، ويعني ويعني حتى يعني كفه قوات يعني نقالها لك. واحنا كنشوفوا، احنا نمشيو للمغرب لما اوكي محدوده اوكي محدوده اوكي محدوده اوكي. قول لي في الحرب ال 75 الى 91 كم اسر مقاتل جيش تحرير الشعب الصحراوي من الجنود المغاربه؟ استشهد ثلاثة من أبناء أعمامي هناك، الله يرحمهم. الله يرحمهم. قولي كم أسروا؟ والله أعلم، أنا ما عنديش تقارير. أكثر من 4200 أسير مغربي. وكم ممكن. وكم أسر الجيش المغربي من المقاتلين الصحراويين؟ كم؟ ما عنديش معلومات، هذه معلومات يعني 77 شخص ليست معلومات دولة، هذه معلومات منشورة فقط. انتم ما عندكم، انتم تتفرجوا في المغرب عن طريق شوف خيخي ومثيلتها فقط. لا لا لا، ولذلك شوف خيخي، انا لا اعتبر هذا اعلام. شوف 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 شوف
لو انك تبحث، لو انك تبحث عن المعلومات وتنوع مصادر معلوماتك لتعد عندك معلومات. المغرب أسير منه في حرب التحرير الأولى أكثر من 4200 أسير مغربي، ومقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذين أسيروا من طرف جيش المغرب 77 شخص. وقارنا 4200 مع 77. تفضل. لا هذه ارقام، يعني ارقام انت تقولها ما عنديش. وباه 4500. نعم هي ارقام، شوف نقولها، شوف هي الارقام نقولها، لا تروق، لا تروق لمن لا يريد معرفة الحقيقة، لا تروقه. لا هي ارقام دائما الاسرى قالت. لا وشوف هؤلاء الاسرى راهم يتفرشوا الكرتون في شارع في الرباط، راهم مازالوا يتفرشوا الكرتون الا بغيت تعرفهم من الحقيقة. تفضل. تفضل فاشل في حديث عن الأسرة المغربية. لا تطرح الأسئلة كيف بغيت. لا الأسئلة كما قلت لك، يعني الأمم المتحدة ودول المركز بصفة عامة يعني لا تؤمن بهذه القضية هذه أولا، يعني أو لا تؤمن بها ولا ما تأمنت بها. الذي يهم هو يؤمن بها الشعب الصحراوي صاحب الأرض، أما تؤمن بها أنت والله يؤمن بها غيرك شنو الفائدة؟ لكن الشعب الصحراوي الجزء الكبير من المجتمع الصحراوي هو يريد الوحدة من المغرب، وهو موجود في الأراضي الصحراوية، ليس موجود في صندوق. من قالها؟ هذه حقيقة. ومن قالها لك؟ من قالها لك؟ حقيقتاش منين قالها لك؟ استفتيته. اعطيهم الاستفتاء، ياك انت هما مع المغرب، اعطيهم الاستفتاء. هذا الشعب هذا اذا لم يكن يريد، مثلا لم يكن يريد الانتماء الى المغرب يعني في وحدة وطنية ويعني الى غير ذلك، يعني لماذا لا ينتفض كما كنشوفوا دائما الاستفتاء قائمة. واعطيهم الاستفتاء، الانتفاضه اللي عندنا احنا في الصحراء الغربيه ما انك شايفها انت، لانك مغيب، لان الحقيقه مغيبه عنك. احنا شوف عندنا النساء اغتصبنا في سجون البوليس المغربي البي سي سي مي، وعندنا مناضلين اختطفوا من منازلهم، وعندنا مناضلين قضوا 16 سنه في السجون السريه لاكدس وتازمارت وقلعه مكونه، وعندنا ناس دفنوا في مقابر جماعيه، وعندنا ناس الى يومنا هذا لا زالت شرطه البوليس واقفلهم عند الدار 24 ساعه على 24 ساعة. ولكنك أنت إلى تفرج شوف خيخي ما عليك شوف هذا الشيء، إلى تفرج في الإعلام البديل أو تفرج في الإعلام البديل باش تعرف الحقيقة. تفرج في الإعلام البديل، تفرج في باش، لأن هذا الشيء مغيب عنكم. لذلك ترون أنه الأمور هادئة. إذا كانت الأمور هادئة خلوا الناس تستفتي. لماذا تتهربون من الاستفتاء؟ لا 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 ما أحد لم يتهرب من الاستفتاء. والحسن الثاني تهرب من الاستفتاء. وشريف والحسن الثاني وقع على شروط الاستفتاء في هيوستن. أنت منين تعشي؟ قول لي يلا منين وقعوا على الاستفتاء؟ قول لي منين وقعوا على الاتفاقية؟ قول لي شنو من اتفاقية وقف الإطلاق النار كانت في 1991. وين؟ وين وقعوها؟ والله لا أعرف. وشفت بيك تتفرج شوف خيخي، بيك تتفرج شوف خيخي. وبيك تتفرج شوف خيخي، أنت مانك عارف منين وقعوها. وقعوها في هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، وقعوا على كل شروط الاستفتاء. المشكل لما كانت يعني كان هناك ماشي ترجع عندها المغرب، لأنها كان هناك شروط والشروط لم تستوفى، لأن يعني ثبت أن هناك مرتزقة جاءوا يعني من النيجر ومن مالي ومن مناطق عديدة. وصريف أنا جاي من مخيمات العزة والكرامة، مش من مرتزقة تتكلم عنه. تتصف لي أنا أهلي تقول لهم المرتزقة؟ شوف أنا ما كنتكلمش على الصحراوي المغاربة، أنا كنتكلم على الناس اللي جاءوا. لا ما كانش صحراوي المغاربة، لا يوجد صحراوي المغاربة، وجدنا إما صحراوي إما مغاربة. شوف وخليك وأنت نتاج الصحافة المخزنية. المرتزقة الجايين من البلدان الأخرى. واش أنت لحظة واش أنت عارف هيك جغرافية هيك المنطقة شنبتها ولا ماك عارف؟ عارف مثلا الجغرافيا؟ اسمع لي لحظه لا ما تفوت عليها. لا هو سؤال بسيط جدا وبعدين اسمعني انت عارف واش عارف شيء من النيجر؟ واش عارف منين هي النيجر ومنين هي تشاد ومنين هي مالي؟ واش انتم شاكي عنه شنو درب غلف؟ خرج من درب غلف ودخل درب عمار ومرق من درب عمار ومشي للقاره
هما الكاره مشي ل اسمه المزاب، هما راك من المزاب ومشي لخليبكه، ومن خليبكه مشي لواد زم. واش انت من راه جغرافيه قد الخلا قارات قارات؟ هذا 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 الخلط عندكم انتم، تعتبرون الكره الارضيه لا واحد القطعه صغيره جدا. الا رفد باليستك من هون ودخل هاي المخيم، وتعال انت يا النيجيري ودخل المخيم، وتعال يا المالي تدخل المخيم، هون زريبه، هنا زريبه، حال زريبه. الناس محصيين، والناس عندهم مخيمات، والناس عندهم عائلات، والناس عندهم اطفال. بس شوف العين، شوف العين، ما نحكي لك انا من الخيال، نشوف العين. تفضل السؤال عندك لاخي. السؤال مطروح اخي، اخي محمد، يعني قناعتك ديالك متى تغيرت؟ متى واش غادي لك قناعتي؟ واش غادي لك في قناعاتي؟ انا اش غادي لك انت في قناعاتي؟ واش لا تتناسب معايا؟ واش لا تتناسب معايا؟ واش لا تتناسب معايا؟ وما غادي لك في قناعاتي؟ وما غادي لك في قناعاتي؟ وقضية شعب، قضية شعب، قضية شعب، اش غادي لك في قناعاتي انا؟ اش بغيت قناعاتي انا؟ وقناعاتي تخصني، ونمشي هاك نمشي هاك نطلع للسماء، هذا يخصني. اش بغيت تغير قناعاتي؟ واش انا ماني فاتح؟ انا ماني فاتح، انا ما فاتح صفحه، انا ماني فاتح حوار باش تتكلم معايا على قناعاتي. انا اتكلم لك عن مشكله ان قالها، مشكله الصحراء الغربيه، مشكله الصحراء الغربيه، مشكله الشعب. يلا اعطينا اذا عندك سؤال، اذا عندك سؤال، اذا ما عندك سؤال خلي الناس نطلعوا وحدينا اخرين. اذا عندك شي سؤال ثاني مرحبا به، تفضل. لا هذا 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 سؤال، سؤال مركز يا سي محمد، مش هي لانك انت المتحدث. لا اجيبك عليه، لا نجيبك عليه، ايوا صافي، لا نجيبك عليه، ايوا صافي سي محمد. شكرا على المساحه سي محمد، مرحبا وسهلا. ناقشوا مشكله، قال مشكله الصحراء الغربيه باه، مرحبا وسهلا، تفضل. مرحبا وسهلا باه. صباح الخير لباس. صباح الخير ياك لباس. شباسي ما شاء الله بخير. أعقب على كلام هذا الأخ، الحقيقة الحقيقة المسار الأممي كان مؤامرة على الشعب الصحراوي. هزيمة النظام المغربي في الحرب العسكرية اللي دارت 16 سنة، نحن نعرف نتائجها كاملين وعشناها، ما يعني عشنا هذه الأحداث، كانت النتائج أكثر من 4500 أسير حسب الوثائق اللي رفدت عنها السرية السي اي اي، وقد حد يرجع لها عن 81 و82 عن الجيش المغربي نهار، وذاك هو اللي استبدب له عنه عد الحزام الذل والعار. وهذا اللي منكم يعرف بالثقف والله على دراية، يدخل الوثائق اللي رفدتها، يكتب وسترن صحراء كونفليكت سي اي اي دوكومنت، ويدخل ويجبر الحقائق، الحقائق من مصدر يعني مصدر محايد اللي هي المخابرات الأمريكية. منين نهزم النظام المغربي؟ وتأكد ألف مرة أنه خاسر في المعركة، اطلب بالاستفتاء، غير نواياه ما كانت صادقة، لأنه كان يطالب بالاستفتاء ويبرز ويناور ويناور حزام الانهار. هو يطالب بالاستفتاء، بدأ في بناء حزام الذل والعار. يعني هذا النظام نواياه هو الالتفاف على حق الشعب الصحراوي بطرق غير مكلفة، كيف الحرب، الحرب راهي كلفت ياسر. وهذا اللي قال المغربي السابق قالوا الحسن الثاني قال لهم راهو ما خالق بيت مغربي ما فيه جرح من حرب الصحراء. هذو الناس راهم خلاو في ذا الحرب، راهو الإعلام. وكيف قال لك محمد لمين أحمد لأنه قالها لك ما نظن، قال لك عنه تم جاحد الحرب إلى 79. إيه والله أنكروها حق الأول 70 جاحد، هذه الآلاف اللي تموت يا محمد. هذو الناس راهم خلى منهم شيء اللي حرب الصحراء، خلى منهم شيء. هو مالو قال لك ثلاثة من عائلته ميتين في هاي الحرب، وقالها الحسن الثاني، قالها الوفد المفاوض، قال لهم راهو قليل، كل بيت مغربي فيه جرح من حرب الصحراء. هذا يظهر لك عمق يعني الهزائم اللي مر بها. أقل مشكلة، تعرف مشكلة إحنا شنو؟ مشكلة شنو؟ عن هذا النظام المغربي ما يعطي قيمة للبشر. هذا هو جبر إحنا مشكل، أكبر مشكل جبرناه أنه ما غداله في البشر. اقتل منهم واقتل منهم. غير ما عندهم بشر، ما عندهم بشر، هو مشكلة راك شايف أنه ما عندهم بشر. رأيك بتحاربين إحنا إسبانيا؟ الله عليها الكفاح المسلح بعد سنتين استسلمت. صار منها واحدين ماهم ياسرين، وعرفوا عن عن الشعب الصحراوي ينضج، وعنه مات للاستعمار وفوقته، ما رقت
في الجزائر دارت معارك معاهم ورقت. هذو الناس ذات منهم ذات البشر اللي كانوا المغاترين يقبضوا هذو المغاربة كالقطيع، يجيبهم 150 200 العملية كيف قطيع طاحت 81 طائرة خلال المرحلة الأولى في معدل 5 طائرات للسنة. عملية القلتة وحدها كيف تفضلت الموثقة الأمريكية اللي عندك صوت ضعيف راهو، عندك التغطية ضعيفة شوية يمشي على الصوت. خالق صوت رايك هذاك نسمعك حقي غاري يمشي. قلت الأمريكية اللي عدلت وثائق الدم والرمال والله الدمال والرمل اللي غطات عملية البويرات واللي بزالت موجودة شريط وثائقي، قالت عن الصحراويين في نهار واحد اللي هو عملية قلت سقطت 6% من القوات الجوية الأمريكية. سقطت 6%. المغاربة اعترفوا بثلاثة، يقولوا عنهم 7 والله 8، يقولوا عنهم 7 أو 8. الجبهة يعني رسميا 5 طائرات. تصور انت، يا محمد رادي الليلي عن المغاتلين، البيانات العسكريه كانت ما تبغي تعطي الحقائق كامله بها ما لا يصدق. اي هو طبعا هو دائما ينكره، هو النظام اصلا دائما ينكر الاصل وينكر الحرب. حتى العالم حتى العالم ما هو لا يصدق. مثلا عندك انت اثرت 250 اسير من قوات مقاويه مدججه كانوا مثلا حصروا 150 يقولوا اثرنا لا بيجوا بالنسبه لها كانت هناك. ومنين والسؤال مطروح يطرح هذا، لماذا النظام المغربي يقبل الاستفتاء ولماذا بلا حزام الذل والعار؟ لانه كان فرطه، كان فرطه حقيقي. استفتاء كان نيته الالتفاف على حق الشعب الصحراوي بطريقه غير مكلفه، هذه هي الحقيقه. ودخل مع الصحراويين في هذه المعركه، معركه تحديد الهويه، وهذه الصحراويين خلاوا كل شيء وخذ غير مسله واحده ما هم اللي ياخذوها، هو انك تقبض دخلنا الزريبه، انك دخلنا هذه الحاضره ومن خلال انك شرع الاستغلال، شرع احتلالك بطرق ونجحوا. ما قد يزورهم، وعرف عنه فاشل وتورط ولحقته. مشكلته عنه ما يعرف الشعب الصحراوي، لحقته بالمخابرات المينورسو عن هوا راهم ناس خلاو مات لعندهم جيش باقي للارويج جات في النواحي. ما هو عارف عن اصلا الصحراويين جيشهم ما هو مبني على ميزانيات، مبني على قناعات. رجع الكفاح المسلح الهبة اللي يقولها الصحراويين بعد 13 نوفمبر جميع الشباب الله يكون من فضلكم، كبسوا من فضلكم من كل بلاد رجعوا الكفاح المسلح. أنا هزيمة هذا النظام رواية لا رواية وقت، وخاصة بعد منين رجع الكفاح المسلح هزيمته. بس ثانيا احنا ما قد نهزمنا ونقبل وصاف الحلول، وهذا النظام ما قد تربح معنا معركة واحد في الحرب، والمعارك الدبلوماسية ما قد تربح ولا ينقبل وصاف الحلول. وصاف الحلول يقبلها حد ضعيف، حد يعني اللي في حق مهزوم حق. أقل إحنا لم نهزم، يعطونا معركة واحدة قط نهزم فيها الشعب الصحراوي بعيد بالكم، سياني دبلوماسية وسياني عسكرية، وكنا إحنا نقبل وصاف الحلول ما دام قاع الصراع إلى هذه المدة. لماذا ذنب المعاناة وذنب التضحيات ورضلك رجعنا الكفاح المسلح وبدأوا الشهداء يسقطوا وكنا قبل وصاف عدناها قام عصبانيا؟ أنا هذا النوع اللي حاول النظام يسوق له الشعب الصحراوي بعيد كل البعد منه، الشعب الصحراوي اللي سيفرض الاستقلال بإذن الله. المدة طويلة يا صاحبي، خرص تاريخ مسار الشعوب اللي صار، خرص تاريخ إيرلندا 400 سنة قابلتها بريطانيا. كبسوا راو السينيال هناك السينيال، كبسوا من فضلكم. محتلتها بريطانيا 400 سنة وكانت حتى هي عانت من نفس اللي نعانوا من نحن، حتى القزو الديموغرافي. يمشي الصوت الأخ باه، يا إما من السينيال والله مهم الصوت يمشي، لأن اضطر نسموه
نقطع المداخله لانه صوتي يمشي قباله وفم سينيال متين. اخبار اذا اوكي ان شاء الله. مشكور والله، مشكور جزيلا والله. اذا نطلعوا ونشوفوا اخ يحيى، كبسوا من فضلكم، كبسوا من فضلكم. قادر مع ما طلب، اذا طلب نطلعه ان شاء الله. قادر تفضل. يحيى عفوا. نطلعوا الاخ مغار، اكس مغار. قادر ما ارسل لي امغار حتى هو، يبدو انه يمكن السينيال والله. السلام عليكم، تحياتي للجميع، تحياتي للأخ والأستاذ محمد الليلي، وتحياتي لكل الحضور الكرام، وتحياتي للشعب الصحراوي المناضل الأبي، وتحية يعني الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. أنا والله العظيم من الأول، من بداية يعني البث بتاعك وأنا نشوف المداخلات بتاع المغاربة يعني من الناس يعني اللي نتبعوا يعني المنابر بتاعك يعني. شكرا. لكن من في بعض الأحيان لا تسمح لنا الفرصة للصعود وللمناقشة، وهذا يعني ربما يعني نظرا كثرة المداخلات وكثرة الازدحام، لأننا يعني رجع بنا الإخوة المغاربة إلى عهد الفيلة وعهد الديناصورات، وهذا هو الأمر الذي يعني خلق شرخا في النقاش وخلق ربما أزمة في النقاش. لو نعود إلى التاريخ كما قال الأخ الكريم يعني عن الشعب الصحراوي ومقومات الشعب الصحراوي وذكاء الشعب الصحراوي، يعني اليوم يتجلى على أرض الواقع الشعب الصحراوي أذكى مما يعني يوصف في منابر الزريبة. لهذا نظن يعني نبقى متحفظ عن الكلام حتى لا نخدش يعني حتى لا نخدش روحهم. يعني الشعب المغربي هذا ربما أصبح يعني شعب يعني قابل للاستحمار في أي لحظة. أنا عندما درست التاريخ وعندما قرأت التاريخ ورأيت أن الشريف كحلوش هذا جاء من طنبوكتو، جاء من واغادوغو، وبايعوه سلطانا في المملكة المغربية من طرف يعني الشعب المغربي. لهذا أنا نظن اليوم أنا كذلك لدي الحق أن أنصب نفسي ملكا للمغرب، لأن الشعب يعني هذا بسهولة الشعب قابل بسهولة هذا الشعب، هذا الشعب قابل للاستحمار في أي لحظة، قابل للاستحمار. حتى يعني البارح كان واحد السؤال وجيه سألوا كادر، يعني هو مشكور عن السؤال، يعني في الفترة اللي جاوا فيها يعني هذا الأسرة العلوية وهذا الأسرة الطاغية يعني إلى سدة الحكم، يعني هما حتى بذاتهم جاءوا بقوة السيف، أزالوا نظاما بأكمله وحكموا المغرب، وقدم لهم الشعب المغربي الولاء. عندما نرى إمارة داخل إمارة، عندما ندرس يعني درست على البرغواطيين كيف كانوا يتحكمون في زمام الأمور، كيف كانت مقاطعة حاحة تدير يعني أمورها بشأنها، كيف كان المغرب يعني مسبقا. اليوم يقول لك التاريخ ويقول لك إمبراطورية، أين هذه الإمبراطورية؟ ربما اختفت في المحيط الأطلسي، ربما يعني أكلتها المياه. أنا لحد الآن بحث في الجغرافيا حتى في خرائط المعترف بها دوليا، خرائط جيرار ميركاتور اللي معترف بها دوليا، البريطاني جيرار ميركاتور هو اللي يعني خطط شمال إفريقيا وخطط القارات والخرائط بتاعه معترف بها دوليا، ما لقيتش يعني هذا الإمبراطورية اللي كانت اللي يزعم المغاربة وعلال الفاسي أنها كانت تمتد حتى نهر السنغال وحتى حدود تونس وحتى حدود الكرة الأرضية كامل. لهذا أنا نظن يعني اليوم المغاربة، هذا الإخوة المغاربة ربما المشكل فيهم أنهم يعني شعب يعني قابل للاستحمار في أي لحظة. إذا أردت سطحيين يعني سطحيين يعني المشكل يعني أنه ما يبحثش، المشكل أنه ما يبحث. هم شوف يا أخي أحمد، هم ناس صنعهم هذا المخزن عن طريق إعلامه، يعني قفل عليهم في مكان معين وأعطاهم إعلام معين، وتموا على هذه الأفكار المجمدة اللي استقبلوها عن طريق الإعلام
إذا تناقش معاه ما عنده ولا شيء، يمشي لك يمشي لك الديناصور ويمشي لك ما نعرفهاش والفيلة وال وكذا والصحراء مغربية وبشار مغربية وتندوف مغربية وأنت اللي تحررها سنحررها يا أخي. أنا 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 حقيقة صدمت، أنا والله حتى أنا كذلك صدمت يعني في هذه الأشكال، يعني صدمت صدمة كبيرة جدا، ما كان حد يناقش معاك ولا حد يناقش معاك ما معطيات لي هذيك. الأخ محمد، نحن نعلم جيدا أن يعني عندما استلم زمام الأمور سنة 1961 الملك الحسن الثاني وضع وزارة اسمها وزارة استرجاع الأقاليم الموريطانية، وبعد 7 أو 8 سنوات يعني اعترف بموريطانيا جملة وتفصيلة واستحمر به الشعب المغربي عندما قال له من أجل نصرة القضية الفلسطينية ومن أجل دعم الجامعة العربية بمقعد يعني ما نحن استقلال موريطانيا. كيف لملك أن يمنح أرضا بمساحة 1,080,000 كيلومتر مربع وتبقى له يعني أقل أو 400,000 كيلومتر مربع؟ يعني هنا يا هذا الشعب لو كان ذكيا، لو كان ذكيا يعني اليوم يوقف وقفة واحدة ويقول كيف لهذا الملك أن لا يحافظ على مكتسبات القدسية وهي الأرض. أنا في الجزائر لا أنا أرفض أن أسلم شبرا من التراب الوطني حتى لأي قضية كانت، حتى لأي قضية كانت، ليس القضية الصحراوية أو القضية الفلسطينية أو أي قضية كانت. لهذا أنا نظن اليوم هذا الشعب البارح عندها يعني قرابة الشهر أصبحت يعني مقاطعة سبتة ومليلية يعني منطقة يعني جمركية تابعة للاتحاد الأوروبي وجزء من شاطئ الحسيمة، والملك لم يصدر صوتا، والشعب المغربي هو الذي ينبح يعني في منابر الإعلام سنسترجع الصحراء الشرقية، سنسترجع سبتة ومليلية، سنسترجع المحيط الهادي، سنسترجع الولايات المتحدة الأمريكية، سنسترجع الكرة الأرضية. هذا الشعب والله العظيم يا أخي محمد صدق أو لا تصدق لا يعني رانا كرهنا منه، كرهنا من الاستحمار تاعه. المشكل أنهم شعب غير متعلم وشعب غير مثقف. المثقف في المغاربة هو حمار يأكل الحشيش والله العظيم. لا يتجاوز مستوى منار سليمي لا يتجاوز. احنا كي نشوفوا يعني ويقدموا نفوسهم كأنهم أساتذة ودكاترة ويعني ويقول لك تفضل الأستاذ فلاني والأستاذ فلاني، ثم يعني تتناقش معه وتجد مستواه محدودا جدا، ليس لديه أفكار بل لديه أفكار مخزنية فقط، أفكاره أفكار مخزنية. المشكل أنه هذا الإنسان ما يبحثش في التاريخ، ما يبحثش في الجغرافيا، ما يبحثش في أمور سياسية، ما يبحثش. أنت سألت سؤال الأخ اللي كان يناقش فيك ربما هو كان كنا ننتظر منه كثير. سلام أخوي عبد القادر، كنا ننتظر منه كثير، لكن في نهاية المطاف يعني والله العظيم لا يفرق فرقا عن منار سليمي وعن أتباعه. ما عنده جواب. لهذا أنا نظن اليوم يعني هذا الناس أنا نقول لك حاجة، صدق القول عندما قال وزير الصحة المغربي أن 48.9 من الشعب المغربي يعاني من اضطرابات نفسية واضطرابات عقلية. الأخ محمد دليلي اليوم أنت يا مجبر على كل من يطلع إلى الجاست وهو مغربي أن يقدم لك وصفة طبية تثبت أصحيته العقلية حتى لا تصاب بالجنون. لن نصاب بالجنون تهديد. هذا هو الأمر. بارك الله فيك خويا كادير، الله يحفظك، راني ماشي طريق، الله يحفظكم، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. لا قادر مرحبا. أنا سمعتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام الأخ قادر مرحبا. راضي والله العظيم انا معجب بالطريقه الاخيره اللي تدير بها الحوارات كما نقول التواجد تاعك على منصه التيك توك، وانا كنت من اوائل الناس اللي طلعوا معك في اول لايف تاعك في التيك توك. الله كنت حتيتك باش تاتي هنا لانها منصه تفاعليه، والله غالب انتم عندكم قضيه وما يقدر وما تقبلش الفارغ الا ما يؤديها يا انت يا ادوار اخرى يؤدوها اخرين، وانت بطريقتك ومعروف انك صحافي كش يمكن أن تفعله ما يمكن أن تفعله أنت في نصف ساعة، ربما لا يمكن آخر صحراوي ما عدا ميارة حالة خاصة محمد ميارة ما شاء الله، لا يمكن أخ صحراوي لأنه صديقي هذاك صحراوي ربما يؤديه في 3 سوايع 4 سوايع مع احترامنا لجميع الصحراوي، لأن عندك الاسم تاعك سابقك
سابقك ومعرفتك سابقه، حتى ربما المغاربه ما يقدروش يتقولوا عليك لانهم يعرفوك ربما. نعرف بلدهم ونعرف ثقافتهم ونعرف نعرف يعني نعرف الخبايا اكثر منهم. ما تقدرش تكذب عليك يعني، انا يطلع معي المغاربي يتكلم على القضيه الصحراويه ربما يقدر يكذب عليا في اشياء ولا ربما، ولكن انت ما يقدرش يكذب عليك. كان حدثت لي واحد المشكل واحد الشيء طريف البارح، الله يهدي يصلح في التيك توك في هذه عامين، نتحدث المغاربه بين قوسين الصحراويين المغاربه بين قوسين، نقول لها سيدي الصحراء مغربيه وانت صحراوي مغربي، يطلع واحد فيكم في حي مثلا كسموه معطله في العيون في الحي الشعبي صوت وصوره، ويطلع لنا بالعلام ويقول عاشت عاش الملك وعاش الاخر، باش نعرفوا لا كان عندكم تواجد في الصحراء. في عامين ما يقدرش يعني فيها شيء فيها فيها وطلع معنا الاخ صحراوي البارح وقالنا غدا على اليوم، ومن بعد تبينه انه مجرد كذاب اشير وما ما عنده علاقه، سمى واحد العائله ومن بعد طلعوا الاخوه الصحراويين. ولهذا قلت لك من يكونوا اصحاب الارض لما تكون تتكلم على القضيه، لما يكونوا معك اصحاب الارض افضل. يحدث ثاني مرات اشياء من يكونوا في الخطابات والكلام والمناظرات بما يسمى المناظرات الجزائريه المغربيه. تخيل قبل يومين كنا في نتكلموا على مشكلة جزائرية مغربية، وطلع صحراوي اللي هو نورمالمون بين قوسين صحراوي مغربي، صحراوي انت صحراوي بين قوسين، شي يقول لها الاخ المغربي بدون شعور، يقول لها انا نتكلموا مشكلة جزائري مغربي، هذا عياشي يقول لها شو انا نتكلموا بين الجزائر والمغرب، انت ما عندك دخل انت صحراوي. يعترف. وانا اعجبت أعجبت بتلك الكلمة، والصحراوي بغى يجاوبك، لا حبس اصبر، راه قال لك كلام ايجابي جد ايجابي يا صاحبي وعنده الصح. قلت لها انا بديت نستثمر فيها، ما تدخلش روحك بينا، لا المشكلة بين الجزائر والمغرب، انت صحراوي انت شعب شقيق دولة شقيقة، لا تدخل طرف ثالث. يعني كان حدثت لي تلك مرة في واحد اللايف تاع المغربي، من يكون الافلاس السياسي وما عندهمش طرح سياسي في اطار المناظرات، يقعد يبدل في اللبسة، يبدل في القش كيما نقولوا احنا في اللبسة، يقول لك زعما يثبت الحضاره والامبراطوريه وديك اللباس والتنوع المغربي، واو يلبس 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 واحد سموه امين، كنا في لايف تاع واحد ريفي، ومن كمل قلت له اخ امين ما شفتكش لبست لباس صحراوي، قال لي شدانا الصحراء هاك فاهم، حتى المغربي تلقاه لابس تاع من اكادير حتى طنجه لباس، والله العظيم ما يلبس ما يشري ما يخمم يشري انه اللباس صحراوي، لانه في الاعتقاد الداخل داخل اوفون اوفون في الفون داخل يعرف ان المغربي يعرف ان الصحراء الصحراء هو كيان منفصل. ما هو شوف هو شوف واضح، شوف اول شيء اول شيء اللسان، او اول اول شيء قد يميزنا بيننا وبين المغاربة هو اللسان، نحن نتحدث لغة عربية فصحى وننطق الثاء ثاء والذال ذالا، ولهجتنا الحسانية ذيك واضحة مقارنة بين السماء والأرض، زد عليها الثقافات زد عليها الزواج، مثلا الزواج عندنا ما هو الزواج المغربي، فرق بين السماء والأرض، العائلات النسب نسب نختلف، احنا ما شاء الله عندنا إخوة، أنا عندي 15 أخ وأخت الحمد لله، وما عندي شقيق، عندي 15 أخ وأخت، المغاربة تصبر عنده 4 5 3 2، احنا الحمد لله عندنا ما شاء الله 15 اخ اخت من عائلات مختلفة، وكأننا يعني كاملين اخوة، يعني هناك اختلافات كبيرة، لكن هذه الاختلافات ما هي على اننا افضل من الناس ولا الناس افضل منا، لكن احنا اليوم نناقشوا، احنا منين نناقشوا معاهم، احنا نناقشوا معاهم شين قالوا علاقتهم هما بهذه الارض، ما عندهم ولا شيء يثبت علاقتهم بهذه الارض، ما هي عندهم ما يقدروا يثبتوها لك، ما ابسط شيء ابسط شيء يعني حاربك به هو يمشي لك للشخص لانه ما عنده معطيات، ما هو صاحب الارض، هما كمغاربه درك ندوهم للصحراء الغربيه ونعطوهم خيمه، نعطوهم خيمه مثلا نقول له شوف اسكن هون ياك انت هذه ارضك، وحد ارضه معناه يعني قد يعيش فيها وعاش فيها وعاش فيها اجداد وعاش، اذا عيش لنا هون وعيش لنا في هذا الطقس الحار وعيش لنا في هذا العجاج المتواصل وعيش لنا في هذه في هذه في هذه الظروف ظروف العيش الصعبه، ونشوفك كانك صحراوي ولا ماك صحراوي، ولا احد فيهم حتى انه المخزن عدل لهم
إضافات في الرواتب باش يشجعهم يمشوا من الموظفين. تكلم عن الموظفين في الإدارة المغربية، الموظفين أعطاهم تشجيعات باش يمشوا للصحراء الغربية يستقروا فيها. إلى ما زاد لهم هذه الزيادة في الراتب ما يمشي واحد منهم يستقر في الصحراء الغربية. من هذا أبسط مثال، أبسط نعطي أبسط نعطيك مثال. نعطيك مثال وكمل. السارق باش ما باع راه رابح، السارق يكون سارق باش ما باع راه رابح، يعني يعطي الزيادة يخلص زيادة عن الشمال، يدير أسعار مدعمة عن الشمال، يمد أراضي، يسمح في أراضي باش ما باع راه رابح، لأن كلها سرقة، سرقها كاملة. في إطار الشخصنة، المشكلة تاع الإخوة المغاربة باسكو هما عندهم التجسيد الشخصنة كلها، والبطولات والرجولة وفي شخص الملك والسلطان الملك، لهذا يبغوا يشخصوا الناس. راضي الليلي كان في، ربما كان في قناة التلفزيون المغربي، وي في التلفزيون، نتخيل في التلفزيون المغربي، انا كنت مذيع النشرة الرئيسية ثمانية. صح، نعرف شفت المداخلة تاعك مع بن زدير. قلت لك نتخيلوا راضي الليلي ولا سيدي ميار، اللي هو صديقي لي صحابي سيدي يغاد ميار، كان معايا في الحي الجامعي، كان معايا في الحي الجامعي في الرباط درسنا في، نتخيلوا سيدي هذاك ميار، تخيلوا ولا ينوض الصباح يقول لك الصحراء المغربيه هل ينقص من القضيه شيئا؟ لن ينقص شيئا، احنا نتكلموا على قضيه ماشي نتكلموا على اشخاص، هذا راه راضي مجرد شخص، مجرد مواطن واحد من ربما مليونين او 3 ملايين او ربي يبارك في الصحراويين. اذا هذه قضيه، لما نتكلموا عن القضيه ما نتكلموش على الاشخاص، ولا يجيب لك جزائري يقعد يبحث عليه بلا لوب، جزائري يقول الصحراء المغربيه، تخيل لا هما يبحثوا، هما شوف هو الشخص انا يستعملوها لماذا؟ هما يستعملوها من اجل النيل من شرعيه المتحدث، هذا ولا شيء يشتغلوا هما، وهذه خطه مخابراتيه مغربيه معروفه. احنا لما قعنا مشاكل، احنا كاينين ياسر من المعارضين، كاين المعارضين المغاربه وكاين صحراويين كذلك، يعني حتى هما في المستوى مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن المخابرات المغربيه اش قالت كل شخص من هذو الاشخاص اللي مؤثرين في الشعب المغربي خاصنا نلصقوا لهم صفه معينه مع الشعب. مثلا حاجب في اللي في المانيا قالوا لهم خاصكم تشتغلوا على اساس انكم تجعلوه في نظر المغاربه ارهابي، باش كلامه منين يخاطبهم في اليوتيوب ولا يخاطبهم في الفيسبوك ما يصدقوا حد، يقول لك هذا ارهابي، باش ارهابي هذا المواطن البسيط المسطح ما يقدر يطرح تساؤلات على انا لصقوا لي صفات، قال لك الخائن، شنو هو الخائن؟ معناه على انه راه باع، كان خدام مع انا كنت خدام مع المخابرات الجزائريه في التلفزيون، لعجب انا ما في راسي، انا كنت خدام في المخابرات الجزائريه لان المخابرات المغربيه مختلفه وكان ولدرجه انه واحدين موظفين في التلفزيون، واحد منهم متقاعد شيباني يعني بقات له نهارات على القبر، واستحي حقيقة استحي إنسان يعود بقات له أيام عن القبر ويكذب، كاتب جريدة قد دخل قال بأنه كان فلان من فلان نهار الفلاني عند مدير الأخبار وطلب منا أن يتصل بوالدته في التلفزيون المكتب، وخرجنا أنا لا نطلب من مدير الأخبار في التلفزيون يغادر مكتبه باش نتصل أنا بالوالدة، قالك وقال لك بأنه أنا قد أخذت التلفزيون واتصلت بتندوف من التلفزيون المغربي، وسط التلفزيون المغربي واتصلت بتندوف وبلغتهم ببعض المعلومات، وأنه بمجرد أن غادرت المكتب هما رجعوا للتليفون وطلبوا هذا الرقم فوجدوه تندوف. يعني شوف قمة الحقد، هذا الحقد اللي يحمله الإنسان المغربي تجاه الإنسان الصحراوي، ولكن السبب شنو؟ سبب هذا الشحن المخابراتي الكبير للشعب المغربي ضد الشعب الصحراوي، يعني يقول لهم صحراويين مرتزقة، الصحراويين قطع طرق، الصحراويون ما عندهم مواقف، الصحراويون كذا، فأصبح أي إنسان مغربي بمجرد أن تتمثل أمامه تتمثل كل هذه التمثلات اللي عطيته المخابرات المغربية، هذه الكارثة. أنا نظن أخ رادي ومانيش عارف تقاسم معايا، أنا نظن التجهيل والأمية في المغرب متعمدة لتمرير هذه المغالطات وهذه الكذبات، خاطر من المغرب معقول مثلا شعب مغربي في 2021 يعني في زمن سانجي راهي و يقولوا له باللي رئيس الصحراء الغربيه
يدخل اسبانيا بباسبور مزور بنبطوش، زعما من غير المعقول يتقبلها الشعب على شويه زعما، والله العظيم اسبانيا تاع الصحراويين اكثر من الجزائريين، اكثر من بعض الصحراويين انفسهم، الصحراوي الدوله المستعمره زعما، زعما اسبانيا تخفى عليها ويدخل رئيس اسيدي سميه انت غير رئيس، وكان ممثل وكان ممثل بوليساريو في اسبانيا، ولا يجيب جواز سفر يعني شينغن كاملة، يعني كأنه يضحك على شينغن كاملة، كأن الجزائر مثلا هم أنهم يستهدفوا الجزائر ويستهدفوا الشعب الصحراوي، يعني أنه أنه الصحراويين يحتقرون القانون، وأنه الجزائريين يعني خارقين للقانون، ويعطوا جواز سفر مزور باسم بطوط ولا بطوش ولا خطوش، وبأنه هذه احتقروا هذه شينغن كاملة، دول شينغن كاملة وهكذا. هذا هذا هذا, هذا, هذا لا يمكن أن تزرعه إلا في شعب جاهل، يعني الشعب جاهل ولا يمكن تزرع فيه هذا الشيء. انا نظن كاين حالتين، يا اما شعب جاهل مجهل، وعلى حساب الاحصائيات الدوليه يقولوا 30% اميه، يعني اميه ما يعرفش يقرا ويكتب، يعني في الجهل ربما يكون في 50 ولا 60% يعني حتى يقرا ويكتب، وكاين جاهل. يا اما كاين حاله ثانيه، يا اما انه يعلم ولكنه يخاف ينوض من سباته. راك شفت هذاك اليوم؟ انا نفضل الاولى، لانه شفت كيف يجمعون المسيرات اللي تعدل في الرباط، كلما أرادوا مثلا استهداف شخص، لما تصرح عن ذاك بانكيمون بأنه يجب تقرير مصير الشعب الصحراوي وعدلوا هيك المظاهرة في الرباط، وكان مظاهرة أخرى حدثت فيها واقعة غريبة جدا. هذه الوقفة كانت في الرباط كبيرة مليونية، يعني كانت الناس بالملايين جايبينهم من كل مكان، وبعض المرات باش يجيبوهم مثلا يجيبوهم من مناطق بعيدة ما يقول لهم بأنكم ستشاركون في مسيرة كذا وكذا، يقول لهم بأنكم راكم خاصكم تمشوا للرباط، راه هناك حدث معين وراه بغاكم الملك وخاصكم تشاركوا مع الملك وراه بحتاجكم الملك، فاركبون كالقطع، ركبوهم ويوكلوهم يشربون في الكار ويجيبوه مسافات طويله جدا، 23 ساعه 24 ساعه هو في الكار، يعني كيف لا اعترف معك شيء ولا نعجه ولا شيء، المهم راكب مركبها في الكار. فهؤلاء جاءوا للمسيره كانت ضد ما يسمى بالصور المسيئه للرسول صلى الله عليه وسلم انذاك، قال لهم يلا تظاهروا ضد، وشات واحد السيدة وسط هاي المسيرة، هذه حقيقية، هذه واقعة حقيقية، وشاء عندها واحد من الصحفي التلفزيون المغربي أنذاك يستجوبها، قال لها المهم حاجة ما رأيك فيه، قالت له شوف ويعطوا اتساع لمحمد السادس وبعدوا على محمد السادس، وإحنا محمد السادس وإحنا كان نحبوا محمد السادس، قالها يا الوالدة راهي المظاهرة على الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم ما محمد السادس، يعني فقط باش نبين لك أنه يعني باش تفهم الجهل، الجهل شعب قطيع. لا تنسى قصة تانية تاع بانكيمون، بانكيمون نفسهم جابوهم جابوا القطيع وقال لهم كذا، فالجميع يهاجم بانكيمون، ولكن ما هو عارف علاش يهاجم بانكيمون، يعني هذا القطيع كامل بالملايين جايبينهم للرباط، وانا كنت اقوم بالتغطيه انذاك، يعني شنو نقول لك، راه نهار اقول لك كانك في الحج، يعني البشر والصفوف المصففه وين تستاء المسيره وين قيل ستنتهي. قيل لي من كثره الاميه البعض لا يعرف ما يقول، كان يقول ارحل بن كيران، وكان يخلط بين بونكيمون وبن كيران. لا هذيك، لا هذيك في الدار البيضاء، هذيك في الدار البيضاء، هذيك عدوها في الدار البيضاء، وجابوا واحد القطيع حتى هو جمعوه عن طريق القائد وكذا وجابوه من الدار البيضاء، هذيك مسيره الدار البيضاء، ومن ضمن التصريحات يقول لهم احنا ضد بن كيران وبن كيران ضد الصحراء المغربيه، يا اخي بن كيران منين، والناس راه تتكلم عن بانكيمون، ولكن الناس جهل 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 جهل, جهل. مصيبه كحل الجهل. باش نعطي معلومه على قضيه الجهل، من جاي رضا؟ كيف في شمال افريقيا مثلا الجزائر وتونس موريتانيا، ما عنديش الاحصائيه، تقريبا مول الاستقلال كسنوا قانون اسمه الزاميه التعليم، يعني لو ما تدخلش ابنك للمدرسه تقدر تسجن، يعني تفوت للعداله لو ما تدخلش ابنك على 6 سنوات. في المغرب هذا القانون سنه حتى 1999 من دخلوا الالفيه الثالثه، عند دخول الالفيه الثالثه، ولهذا كاين تراكمات. شوف هما يمشوا المدارس، شوف يمشوا المدارس، ولكن المشكلة منين؟ المشكلة في جودة التعليم، المقررات. شوف الجامعة اليوم، جامعة في المغرب، جامعة تحدث فيها من الفضاعات اللي لا تتصور على بالك، يعني جامعة الجنس مقابل النقط، هذه ما كاينة في شي عالم آخر، يعني كاينة في المغرب فقط. نعم العام اللي فات. وتعرف إلى أين بلغت المصايب الكحلة التي تحدث في قضية الجنس مقابل النقط في الجامعات؟
أنا عندي محادثات واتساب بين بعض الأساتذة الجامعيين مع بعض الطالبات اللي قبلوا على أنهم ينخرطوا في هذا الأمر، والله لقد طلب منها الأستاذ أن تقدم له أمها بعد أن قدمت له نفسها. المغاربة إحدادوا التسجيلات يتحوا من جي عندنا. أنا عندي أبغى ترسلهم لك. قدمت نفسها وطلب منها الأستاذ أن تقدم أمها، وطلبت من أمها فوافقت أمها. إذا ما تنخلعش أخي المغربي ولا الجزائري أو التونسي أو الفلسطيني أو الصحراوي لما تسمع مثال دكتور سليمي يتكلم، زعما ما لا ما تنخلع ما تدهش، زعما ما لا لا تندهش. يعني أي جامعة هذه؟ انت حتى في التصنيف ترسل منتك، ترسل لك منتك لهذه الجامعة مثلا، هذه الجامعة اش اللي تجيب لك من 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 منتك مثلا؟ تخيل هذه الجامعة والمغرب و و و و هذيك الصفصاطة ما عندهمش حتى جامعة في الألف الأولى. هي. ما عندهمش جامعة في الألف الأولى، أول جامعة مغربية في 1006 أو 1008 أنا نقول لك إحنا درسنا في الجامعة المغربية إلى التسعينات، كانت الجامعة شوي لباس، كان يعني كانت محترمة ما فيها هذا الشيء، كانت سلوكات قليلة. لكن اليوم حدث ولا حرج، اليوم شيء لا يخطر على بالك. أنا أقول لك هناك مسؤولين في الإعلام، وهذا المسؤولين في الإعلام يعني واحد مسؤول على الإعلام معناه لأنه مسؤول على الرسائل الإعلامية توجه للشعب. هذا الناس اللي مسؤولين عن الإعلام، هناك من يأتي بزوجته إلى باريس وينظم لها جلسة للجنس الجماعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا. إذن ماذا تتوقع منها؟ ماذا تتوقع مثل من هذا الشيء؟ إذا كانت أكبر فضيحة، إذا كانت أكبر فضيحة أخلاقية تحدث داخل منزل المدير العام للمخابرات العسكرية لاجيت اللي هو المخابرات الخارجية الدولية، إذا كانت أكبر فضيحة أخلاقية تحدث في منزله، ماذا ستتوقع؟ أتكلم على التسريبات عباس ديان. لا، تتحدث عن قضية لم تكشف عنها تتعلق بفضيحة داخل منزل المدير العام للمخابرات العسكرية، يعني دخل فيها الملك ودخلت فيها لاديستي، فضيحة قلت لخل، وتؤكد أنه لا وجود لشيء قاله الدولة في المغرب. إذن كيف ستتكلمت على إذن العائق الأول هو العائق الأخلاقي، عندهم عائق أخلاقي، والأمم إذا ما كانت فيها الأخلاق ش فيها؟ ما فيها ولا شيء. أنا عندهاش من يتكلموا على الصحراويين يقول لها زعما قبل 75 قول لي الدولة الرئيس تاعك اللي كان، قول لي الدولة تاعك، قول لي العلامة النقود تاعك. يا أخي أنت في 2023 أنت مازال ما عندكش مقومات الدولة في هذا المغرب، عندك الحضرة، عندك بما يسمى الحضرة، مازال ما عندكش دولة، عندك حضرة، وتتكلم على صحراويين اللي كانوا عايشين بالطريقة البدوية والطريقة القبلية ونظامهم على كل حال. وحنا سألنا سؤال أخ صديقي الرئيس اللي طلع معاك البارح، كاين واحد التجمع دولي بين الدول الأوروبية عقد في 1648. أخت نجات راني نطلعوك إن شاء الله. أخت نجات أعطى انطباع أعطى كما نقولوا تعريف للدولة الحديثة ذاك الوقت في 1648، وسألناهم سؤال هل الدولة اللي قامت العلوية 1660 قامت على هذه الأسس تاع الدولة باش نعرفوا لا هي دولة أم هي حضرة فقط، دولة اللي مازال فيها المقدم، مازال فيها الدولة الشيخ، مازال فيها مقدم شيخ واحد يسني لك مكان ساكن واحد يسني لك، مشي دولة هذا ما والمقدم هذه... أقوى قوة من القائد، أقوى نفوذا من القائد. والمقدم عشان نقول لك المقدم راتبه إلى الأمس كان 80 يورو، اليوم راه عنده في 150 يورو، يعني 80 عنده راتب 150 يورو ونفوذه أقوى من القائد اللي معين من طرف وزارة الداخلية وعنده راتب تقريبا فيه 1200 يورو. يخلص 150 ويدي 3000 يورو شو. إيه هم مجوعينه باش يتم يتجول في الشارع ويتم يجريسي هذا وباش يتم دائما هو تحت قبضة البوليس ويتحكموا فيه، باش لأنه كل ما كان عنده راتب كل ما كان حس على أنه محترم وزادت استقلاليته، هما ضد الاستقلالية لكي يعود للشعب لكي يتسلط على الشعب. طبعا لا خادر، والله الحديث معك شيق، بغينا نطلع الأخت نجات
فشكرا لك جزيلا حقيقة على مداخلتك. نهاركم سعيد. سلام عليكم. وانت سعد والله. وانت سعد والله. شكرا جزيلا والله. مرحبا وسهلا. اختنا جات. اختنا جات الى كنتي معانا مازال. نجاة المحجوبي. يبدو انها مشات. الوقت لجات اذا كنت تسمعين التحقي بينا. اخت سلمى مرحبا وسهلا. سلمى إذن لك سينيالي على ما أعتقد. نطلع الأخ شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا وسهلا محمد الراضي. وخيرت. مرحبا وسهلا بيك. وهلا والله بيك. وهلا والله. عرفنا بنفسك. بيك. بغيت الله نحييك. بيك. وهلا والله بيك. وهلا والله شريف. الله يجزيك. بغيت الله نحييك. وتو مرحبا وسهلا والله. مرحبا وسهلا. نهارك مبارك. الله يجزيك بخير. ان شاء الله بخيرت والله. بخيرت والله. مرحبا وسهلا والله. بخيرت والله. مرحبا وسهلا. بخير. مرحبا وسهلا والله. مرحبا. عبدو السلام عليكم. عبدو. عبدو أصحاب السينيال هذا ولا ما أعتقد. مالك ما تقالش بلادك أنت كنت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مشي تلعب هذي. مشي 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 تلعب. مشي تلعب. أمير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا وسهلا اخ امير. مرحبا وسهلا. بخير ابي محمد. مرحبا وسهلا. بخير. لاباس ابي محمد. الحمد لله بخير. الحمد لله. السلام عليك برك ابي محمد اخويا. وربي يوفقك ان شاء الله. امين ان شاء الله. مشكور والله. مشكور الاخ امير. الاخ من الجزائر اخ امير. ربي يحفظك. ربي يحفظك. مرحبا وسهلا. وخيرت والله. وخيرت. مرحبا وسهلا بيك. وهلا والله. بيك. وهلا والله. شكرا جزيلا والله. مرحبا وسهلا. مرحبا. إبراهيم أرسل لنا. إبراهيم أرسل لنا. دماء. إبراهيم أرسل لنا دعوة ونطلعك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. أشرك أخي محمد راضي. لباس. الحمد لله بخير. الحمد لله ما شاء الله. أنت لباس. الحمد لله. مرحبا وسهلا. عرفنا بنفسكم فضلك. ياسين. ياسين من الجزائر. مرحبا وسهلا أخي ياسين. مرحبا وسهلا. تفضل. نايس. أنا برك كان عندي مش نقوله سؤال ولا استفسار. هل المملكة المغربية كي طبعت مع الكيان الصهيوني هل التطبيع هذا يشمل الأراضي الصحراوية؟ مثال زعما في العلاقات مش عارف لا فهمتني ولا لا لا في المجال العسكري والمجال السياسي والمجال مش عارف أنا في المجال المجال العسكري ما يشتروا من عندهم السلاح يعدلوا لهم دورات تدريبية لجيشهم يجوا فرق أمنية إسرائيلية للصحراء الغربية فقط يعني غير ذلك هناك حديث على الأراضي لأنهم باغين يصادروا بعض الأراضي من الصحراويين باش يعطوهم للإسرائيليين عدوا فيهم مشاريع ولكن لحد الآن الناس مازالت متصدية لهذا الموضوع ومعدلة دوريات في أراضيها وخاصة في منطقة قالها منطقة آسا والمحبس اللي قريبين من يعني من مخيمات العزة والكرامة ومازالت يعني مازالت الدوريات مستمرة الناس معتصمين في أراضيهم باش ما تنقلع منهم طرف المخزن
ايه هذا الشيء اللي كنت حاب نعرفه، خاطش ذاك نشرت فيديو في متواجدين في مانيش عارف واش من المطار هذاك، المطار الداخلة داخل المحتلة. لا يجو للداخل المحتلة، يجو ولكن ما الداخل المحتلة رجلا يعذروا فيه، ما عندهم ما يعذروا فيه. يعني أصلا داخل الناس المغاربة الموجودين في الداخل المحتلة يركبوا البحر باش يحرقوا يمشوا لإسبانيا، فقط باش نصور لك الوضع. الداخل المحتلة ما فيها ولا شيء، فيها ثروات سمكية كبيرة بسارقة الاحتلال يوميا، ولكن مثلا فلاحة خالقة شوي، منطقة فلاحية محتكرة من طرف المخزن، واحد المنطقة معروفة بالفلاحة ما هي بعيدة من الداخل المحتلة، غير ذلك ما كاين ولا شيء، يعني الفراغ. لذلك الناس أصلا تفر من هذه المنطقة وتمشي لجزر الكناري، تمشي بالعائلات، يعني مغاربة، تكلم عن مغاربة ما هم صحراويين، مغاربة لو كان يعني لو كان هذه المنطقة منتجة لكانوا استمروا فيها وعاشوا فيها. فهمتك، بارك الله فيك مشكور الله، مشكور الله، مشكور جزيلا، يعطيك الخير إن شاء الله. تحياتي لك والله، شكرا جزيلا والله، تحياتي. الأخ إبراهيم أرسل لنا باش نطلعوك. مراد سمعني؟ السلام عليكم، نسمعك. يا نسمعك، واش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله، ما شاء الله بخير الحمد لله. اري باس الحمد لله. عندي الحمد لله. سؤال، عرفنا بنفسك بفضلك الاخ مراد. مراد من الجزائر. مرحبا وسهلا، تفضل. بغيت نعرف هذا الخريطة، هذه الأقلام الملونة، خريطة الأقلام الملونة. إيه. فهمني؟ إذا كملوا الأقلام ماشي مشكل، نبعتوا الأقلام يلونوا كاع العالم. ما تدعوا عليهم، ما تدعوا عليهم. أرام ساكن يعني يخبطوا الحشيش قبالة، يعني يكموا الحشيش، يكموا ياسر من الحشيش. ومشكل اسم المجلة، اسم المجلة تاع ماروك ابدو كيما شارل ابدو. ايه وزاني عملة واحدة. يا اخي هما واش يقول لك، والله يعني حد يديها فيها براوي، اما ما عندهم شيء، هما ما هم قاعدين حتى حروا سبتهم ليليا طايرين على بلدان الناس. يا ودي ماشي سبتهم ليليا، يا معليش يا سيدي، نقولوا احنا كاع سبتهم ليليا مدينة كبيرة، يا كاين غير شط يقول لها شط باديس، فيه واحد الحبل زرق متراسين به الطريق، ما كاش متراسين به الحدود، وما كاش حتى عساس، ما كاش حتى واحد قد يمشي داك الحبل ناحية من تما ويضرب واحد العوبة واحد الغطسة تما يعوم بعدا يتبرع له مع راسه، ما كاش اللي قد يمشي يقلع الحبل، غير شط غير صغيرة بن عمي، خلينا مسبتو بليبيا. والعرزات، والعرزة بلد العرزة، لا هذيك العرزة تاعنا هذيك. ايه قلت لك هما العرزة ما قادوا يتكلموا، يعني النظام كامل ما قاد يتكلم. هذيك العرجة تاع الجزائر، وكان الناس تما يفلحوا فيها وكل شيء، كانت مخليتهم معليش، قال خوتنا وكذا وهذه خليهم يسترزقوا خليهم ياكلوا كل شيء، بصح من وصلت الامور للموحال يعني كل واحد يشد سابعه. هذه هي، انا ادي رزقي وانت خليك على رزقك والله يهنينا. ومن بعد عشينا في الاقلام الملونه، مش قام وراهم جارين بها الاقلام، ولا قام وراهم رايحين دوك يروحوا حتى النهر الميسيسيبي ويزيدوا كذا ويدوروا كاع الكره الارضيه ويطلعوا حتى القمر، يزيدوا يكملوا معاه والمجره، ومانيش عارف غادي نوصلوا هنايا. ساكن اش نقول لك، هما عايشين في عالمهم، عندهم عالم خاص مع صاحب الدجاجه طبعا. وما يزيدوا الطين وبله حتى ما صابوا حتى حاجه واش يقولوها. دوك شهر رمضان راه داخل شهر مبارك باش تكون فيه الرحمه وكل شيء، قال لك اودي التمر الجزائري، قال لك مسلطن وتمور، والتمر من اجود التمور في العالم. نعرف نعرف والله. قال لك يا سيدي مسلطن كل شيء، لو كان تحسبها حسابيا بالعقل
بالعقل، قال لك اودي في الاشاعات النوويه واللي صارت في الياس ان شاء الله، لو كان تقيس بالكيلوبيت تلقى ما بين وقع الاشعاع حتى البسكره راه كاين واحد 1400 كيلومتر ولا ما يتعدش هكا، الانفجار يتعد بالقطر، كنا نحسبوا بالقطر. اقرب نقطه هي المغرب وين كان التومور وكاين الفلاحه عندهم وكل شيء، كاين الفلاحه وكل شيء ثم عندهم الفلاحه مسلطنه ثاني كل شيء، هما ما عندهم، لا لا هما ما عندهم مسرطن، هو اللي جيهم الجزائر مسرطن. فهمني كيما قال الله، ما فهمت هما كمل كلفوا هذاك الفيساسي يتكلم عن التمور، قال لك هو يفضل التمور الاسرائيلي عن التمور الجزائري. اسمح لي، ماشي فيساسي، اسمح لي يقول الشيخ الفيراري والشيخ حنان. الشيخ حنان الفيراري فيراري شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا والله، شكرا حياتي لك، مرحبا وسهلا والله، مرحبا وسهلا. نطلعوا الاخ الياس، وينك الياس؟ مرحبا، السلام عليكم خويا. وعليكم السلام، لاباس عليك بخير. تحياتي لك، تحياتي لك لجميع المناضلين. تحياتي لك والله. انا حبيت انا حبيت خاوتنا والله، حتى لا حول ولا قوه الا بالله، هذو اللي هذو اللي راهم مجاورين هكذا في الجهه الغربيه، يطلع فيهم واحد برك يقول لي فقط في الدول العربيه، كاع الدول العربيه من موريتانيا حتى نروحوا للعراق، هل هنالك دولة واحدة عندها مشكل في معرفة حدودها الجغرافية من غير إسرائيل والمغرب؟ ولماذا هذين الكيانين لحد الآن لا يعرفان حدودهما؟ البارحة كانوا يقولوا احنا عندنا بشار وتندوف، هذه اللي دائما الأسطوانة اللي كانت دائما ترن في أذاننا منذ 70 سنة أو 50 سنة أو 20 سنة. احنا قلنا مساكن راهم من مجموعة 48% اللي يقول عليهم الوزير الصحة ديالهم، راه 48% معتوهين و 30% في الأمية، قلنا ما عليهش. الآن في الأقلام الأحمر الشفاه، هذا أحمر الشفاه اللي داروه، زادوا داروا أدرار برواية حفص أدرار، را مفخمة، وبرواية ورش أدرار. الآن فهمونا برك، علاش أنتم زوج؟ علاش أنتم؟ فهذا السؤال هو في الحقيقة ماهوش استهزائي، هو سؤال عميق عميق، خصهم يرجعوا للتاريخ اللي حبوا ينبشوا عليه، يعرفوا أصول تشكل هذه العائلة التي تحب البحث عن الحدود والتوسعات، يعرفوا بلي هما الوحيدين اللي عندنا معهم مشاكل. واتحاد المغاربي اللي يحكوا عليه نهار احنا الجزائر ما عندناش مشكلة مع تونس لا مع ليبيا لا مع موريتان لا مع، فقط غير مع هذو، هي الوحيدة اللي ثاني عندها مع موريتان مع الصحراء مع هذه. يا أخي هما الياس، شوف هو الياس، هما لا قطيع، هما أصلا شوف الشعب الواعي يتعود عنده، أصلا يعود عنده الوعي الجماعي، وهذا الوعي الجماعي هو اللي من خلاله يتكلم عن القضايا العامة. هذو قطيع، هادو ضريك في كل مرة تمرق لهم المخابرات المغربية واحد القضية إلهاء، يعني تعدل لهم قضية إلهاء وتلوح حالهم، تقول لهم نشوفوا اليوم خاصكم تتكلموا عن الصحراء الشرقية، وتقول لهم يعني في هذه الصحراء الشرقية تكلموا عن بشار وتكلموا عن تندوف وتكلموا عن أدرار، وبعد ذلك يصبح هذا القطيع يتكلم في كل الاتجاهات، وقدر لنا وسنحررها وأنا كذا، وهو رأى أصلا ذاك اللي أصلا أطلق الفكرة، شكون هو اللي يطلق الفكرة؟ هو محمد السادس وعصابته، ولكن لا يستطيعون ظهور. هذا عندهم قطيع فيما يتعلق بكل القضايا المرتبطة بالتوسع، وهذا قطيع يعني ما شاء الله مخلص لمن؟ مخلص لسيده، لأن عندهم السيد، هذا ولا يمكن أن يعيشوا إلا بالسيد، هذا عبيد، هذا ما عندهم المواطنة. الفرق بينهم وبين الدول الأخرى وبين الشعوب الأخرى المتواجدة في المنطقة إنه هاي الشعوب عندها المواطنة، شين قالها المواطنة، أنت مواطن عندك حقوق وعندك واجبات، ويمكن أن تحاسب نظامك السياسي، وممكن أن توجه له الانتقاد، وممكن أن تطيح بنظامك السياسي، وممكن أن تغير رموز فساده إذا استطعت، ولكن هذا
هذو فاش قول لي شغيروا هذو المغاربه اليوم اللي يتكلموا في كل اتجاه، تكلموا عن البطاطا وعن البصل وعن الفقر وعن المستشفيات، شغيروا لا شيء، ما عندهم ولا قيمه لان النظام ما يعطيهم قيمه، لكن النظام عارف طريقه اللي قد يحركهم بها وهو صنع الجهل، جهل يعني، هذو جهال، لذلك لا تتوقع منهم شيء، خلوهم يتكلموا، هذو فقط جاب صحيح. لكم الله وجاب لنا يعني شعب نضحكوا فيه بكل صراحه. الفكاهه موجود، الفكاهه تفضل. نقطه اخيره حبيت ننوه لها اخويا محمد، هو انه هما الان ملي تفتح الفيسبوك وتفتح الاذاعات تاعهم كلش، المهم الجزائر هي اللي مثبت لهم المشاكل والفقر والمشاكل اللي هم فيها كاع سببهم الجزائر. وانا نقول لهم، هما يقول لك الجزائر دوله بتروليه لحد الان فيها الفقر وفيها الطوابير وفيها ذاك الشيء وفيها، هنا نقول لهم حاجه واحده، هما اصلا رغم انه الفارق الشاسع بينهم بين الجزائر فقط في مقياس التنميه البشريه راه فارق شاسع جدا 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 جدا، احنا نتكلم على المرتبه 123 عالميا مع المرتبه 91 عالميا، راه فارق شاسع يعني بعد دول الخليج مباشره تاتي الجزائر. والشيء اللي يخلي الجزائر انها ما تلتحقش بمصاف الدول المتقدمه، خلينا نكونوا صراحاء، هو دعم الجزائر للقضيه الفلسطينيه في 88، اعلان دوله فلسطين على الاراضي الجزائريه، تخلصت الجزائر عليه تكلفه غاليه وغاليه جدا جدا جدا، منها دخلنا في الديمقراطية وتعدد الأحزاب ودخلت لنا الفيس وبدينا في حرب أهلية قعدت 10 سنوات من الدمار، ومن هو المستفيد من هذه 10 سنوات الدوام؟ فقط المغرب، فقط المغرب، وزاد بلعت علينا الجزائريين باش يتنفسوا، زاد سكرت عليهم الحوت. فالجزائر حليل يعني 10 سنوات من الإرهاب والدمار بسبب دعمنا القضية الفلسطينية، وبعدها 10 سنوات كلها من العصابة اللي أتت بعد العشرية السوداء، ومع ذلك ونحن أضعف دولة بترولية على كل حال. هم دائما يقولون أنتم دولة نفطية، إحنا أضعف دولة بترولية بإنتاج 1 مليون فقط برميل يوميا في 50 مليون جزائري، وفيهم المغاربة لطيلة 50 عام هم يأكلوا في البنزين مجانا، وفيهم توانسة وفيهم سبحان الله. ومن بعد يجي قارن روحه بالجزائر والقاء والفارق شاسع جدا 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 جدا. أخي الياس فارق بسيط جدا، شوف كم من واحد طلعنا من المغاربة يناقش معانا مشكلة يقول عليها قضيته الوطنية الأولى، شوف كم من حد تكلم لنا بموضوعية، لا واحد ولا واحد صحة ولا واحد. ويتكلموا معانا، طلعنا الإخوة الجزائريين يتكلموا باحترام، ناس مثقفين، ناس عارفين شي يقولوا، محترمين، أخلاقهم عالية. هذا يا أخي راه عندي مشكلة الأخلاق، مشكلة الأخلاق، وراه لما عندك أخلاق ما عندك ولا شيء. حتى يعني تكون أعلى من الناس، بس إلا ما كنت إنسان متخلق وعندك قدرة على أنك تدافع عن فكرتك بأخلاق، راه ما عندك ولا شيء. يعطيك الصحة أخي الياس، تحياتي لك أخي محمد الراضي وبارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا لك ونشكرك كذلك، وأنت كذلك والله. نشكرك كافة مشاهدينا، إن شاء الله الرحمن الرحيم نفتحوا إن شاء الله لايف آخر في وقت لاحق إن شاء الله الرحمن الرحيم. أعتذر منكم الناس اللي طلبوا الكلمة، وإن شاء الله نتواصل معكم. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.